اهلا بيكم وحلقه جديده من الاهلي خط احمر، حلقه في يوم سعيد للاهلاويه وفي بدايه مهمه جدا. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي خط احمر. السبت فوق الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله السبت فوق الممتاز، لان النادي الاهلي يلعب في بطوله هي الامتياز الكروي لكل الفرق الافريقيه. يعني النادي الاهلي مقبل على رحلته لكاس العالم للانديه، رحله مهمه واستثنائيه. ليه؟ لان احيانا القدر يمنح ليك فرصه اخرى. اقول لك ازاي؟ اقول لك ان بعد خساره بطوله دوري ابطال افريقيا كان لدى الاهلاويه جزء كبير جدا من الحزن، مش بس عشان خساره بطوله افريقيا، كمان عشان حرمانهم من المشاركه في كاس العالم للانديه. ووقتها كان الاهلاويه شايفين ان بطوله العالم للانديه وتحقيق انجاز جديد شيء مهم، وان بطوله افريقيا الثالثه على التوالي كان شيء مهم. ربما لا يستطيع القدر ان هو يعوضك بالكامل، ولكن يمنحك جزء جديد وفرصه جديده وشعور جديد بالتعويض ولو المعنوي عن خساره دوري ابطال افريقيا وعن فكره عدم مشاركتك لكاس العالم للانديه، لان النادي الاهلي بيلاقي نفسه في كاس العالم للانديه، وهو ربما اللي كان في وقت من الاوقات يرى في نفسه انه يستحق التواجد للمره الثالثه على التوالي في كاس العالم للانديه. انجاز مهم جدا، شيء مهم جدا، وفكره مشاركتك الثامنه في كاس العالم للانديه هو رقم يعرف ناس كتير قوي قيمه النادي الاهلي المصري. يخلي ناس كتير قوي تعرف ان النادي الاهلي هو جزء من القوة الناعمة الرياضية، بل الجزء الاكبر من القوة الناعمة رياضيا، لانه هو اللي بيرفع اسم مصر في المحافل الدولية اللي على المستوى ده. يمكن البعض يتباهى حتى بمشاركة في بطولة مجرد بقلم رصاص ويقول انا رحت كاس العالم للأندية في بطولة ما تلعبتش، ما بالك انت بتشارك للمرة الثامنة في كاس العالم للأندية. انجاز مهم وشيء مهم، وأمور أخرى مهمة يمكن كان الأهلوية بيشوفوها. أعتقد يمكن أنا بكلمكم بشكل صريح، رحنا في أمور كتير كان في وجهات نظر، الصفقات الانتقالات كان كل ده عندنا وجهات نظر فيه وهي مشروعة، وأنا لا أحب دائما الإقصاء، بالعكس في وقت لوجهات النظر وفي وقت خلاص. النادي الأهلي مقبل على بطولة، وجهات النظر في النهاية كلها هدفها في النهاية مصلحة النادي الأهلي. إذن إحنا دلوقتي أمام خطوة جديدة بانتقالات جديدة بمرحلة مهمة هي كأس العالم للأندية، لنا فيها كل الدعم والمساندة للفريق عشان إن شاء الله نرجع بميدالية يا أسامة، وأعتقد ده حلمنا كلنا. أكيد يا فارس، وأكيد حابب أكد على كلامك في جملة واضحة جدا، النادي الأهلي يصلح ما يفسده الآخرون. لما بتتكلم عن الرياضة المصرية تتكلم عن منتخب مصر بشكل كبير جدا في 2006 و2008 و2010، وقد ايه ناس عرفت وبحثت عن مصر ويبدا يزور مصر كنوع من انواع السياحه، وتبدا تعرف يعني ايه دوله مصر من خلال كره القدم. هي دي الايدي اللي يعني مش الايدي الناعمه بقى، القوى الناعمه، الرياضه المصريه. عندنا منتخب مصر لكره اليد بيصل للمربع الذهبي في كاس العالم قبل كده، بيصل لدور الثمانيه، بيلعب مع منتخبات قويه جدا، فبتبدا تتحط على الخريطه وبتبدا الناس تتابع دوله مصر. لما تيجي تتكلم عن تيري هنري كان له تصريح شهير جدا بعد مشاركات النادي الاهلي في اليابان في كاس العالم للانديه، لما اتسال عن كره القدم المصريه قال اعرف النادي الاهلي واعرف ابو تريكه. ليه؟ من كاس العالم للانديه. لما تيجي جماهير برازيليه او جماهير نادي برازيلي تخاطب جماهير نادي برازيلي اخر بيشارك للمره الثانيه او بيواجه النادي الاهلي، فيقولوا ابو تريكه سيحطم رؤوسكم في فتره اليابان، في اشاره لقوه النادي الاهلي. لما بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي اللي بيوصل للبطوله دي ثامن مره في تاريخه كافضل فريق افريقي وعربي بيصل لهذه المباراه، يمكن بيسبقه اوكلاند سيتي فقط لغير في المشاركه من عدد المشاركات في هذه البطوله، فطبعا بتتكلم عن نادي بيقدم صوره ملموسه وواضحه ومشرفه للرياضه المصريه. مش هتيجي تلاقي في النادي الاهلي مدير فني بيتم فسخ التعاقد معاه في وجود ممثل من السفاره. ليه؟ لان ده النادي الاهلي. مش هتيجي تلاقي في النادي الاهلي حتى مدير للمنتخب يتحدث بشكل فيه اساءه للتعامل
الاداري او مبالغ ماليه مستحقه. لان ليه؟ لان ده النادي الاهلي. مش هتيجي في النادي الاهلي تلاقي رئيس لجنه حكام اجنبي او اول رئيس لجنه حكام اجنبي جاي، وتلاقي المواقع كلها بتنشر قصه صعبه جدا، اساءه للرياضه المصريه بسبب نادي معين. ليه؟ لان هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي منذ تاسيسه وهو معروف نادي وطني، نادي بيدعم قضايا الوطن، نادي بيقدم صوره راقيه ومحترمه تليق باسم الرياضه المصريه. المشاركه في كاس العالم للانديه، يمكن النادي الاهلي حقق 3 ميداليات برونزيه، ان شاء الله يعني يكون على مشارب بطوله اخرى ايا كان نوع الميداليه، يعني بطوله بقى ذهب، الميداليه ذهب، فضه، برونز، ولكن في النهايه هي دي الصوره اللي النادي الاهلي بيقدمها لعالم كره القدم وبيقدمها للرياضه المصريه. وعشان كده صعب جدا تلاقي في الفيفا ملف للنادي الاهلي بغرامات وعقوبات ويعني عقود لم يتم الوفاء بها، لان هو ده النادي الاهلي. والمفترض مش بس يكون ده النادي الاهلي، المفترض الحقيقه تكون دي هي كل او نهج كل الانديه المصريه. ده مسؤوليه كبيره امام المجتمع. فعشان كده كل التوفيق للنادي الاهلي في البطوله العالميه ان شاء الله، ايا كانت النتائج، المهم تقدم صوره تليق باسم النادي الاهلي اللي تمرس المشاركه في مثل هذه البطوله. متفق معاك يا احمد، واكيد كانت البدايه مهمه جدا نقول لكم ازاي احنا شايفين النادي الاهلي بعيوننا وهي عيون الاهلاويه. والسؤال اللي دايما بنفكر فيه، ربما الناجح يستحق الدعم ويستحق الاشاده، ولكن ابدا 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 لا افهم فكره دعم الفاشل او محاوله ان هو ينجح بشكل غير مستحق، ويا ريته بينجح. ولكن النادي الاهلي بينجح، بينجح في ايه؟ بينجح في ضم القندوسي، صفقه مهمه جدا، اكيد النهارده الاهلاويه فرحوا بيها وجات كده على طريقه الكامباك. صفقة أعتقد كانت مهمة جدا. ليه؟ القندوسي لاعب واعد جدا، القندوسي بالنسبة لي هو لاعب مبشر من أفضل اللاعبين داخل القارة في مركزه، وأنا في بعض اللاعبين بتحفظ شوية وأنا بتكلم عليهم أو أبقى متخوف إن أنا أقول رأيي اللي فيه تفاؤل قوي ليهم، ولكن أنا بالنسبة لي القندوسي هو من أفضل اللاعبين داخل مركزه في القارة. لاعب يجيد اللعب في مركز 8 ومركز 10 بشكل جيد جدا، وربما يجيد أدوار أخرى، ولكن مهم جدا الفكرة النوعية. وانت بتبص على لاعب زي القندوسي وبتشوف انه هو ازاي يقدر يضيف لفريقك. وانا يا جماعة عشان اكون صادق، انا دايما بفكر ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. انت في النهاية كان عندك اولوياتك واهدافك وترتيبك لاحتياجاتك الفنية، لو وصلت ان انت هتروح بداية او نهاية فترة الانتقالات وانت عندك لاعب اجنبي مش موجود، ده بالنسبة لي ما يعرف بالورست كيس سيناريو، اللي هو ايه؟ اللي هو السيناريو الاسوأ على الاطلاق. ففي النهاية لا، خطوة وجود لاعب زي القندوسي هي بالنسبة لي مهمة، ان انت تقدر على الاقل طالما فترة الانتقالات هتنهيها بشكل ده على الأقل فوق السن في الأجانب، فيقدر يكون موجود معاك لاعب زي ده، لاعب واعد. طبعا الصفقة كانت موجعة للبعض، الصفقة سببت ردود أفعال غريبة جدا مع أنها تخص النادي الأهلي، وكابتن أمير توفيق طبعا النهاردة قدر ينهي الصفقة، والنادي الأهلي كان حريص أنه هو يضيف القندوسي. وربما أنا لا أعرف لماذا يعني النادي الأهلي هو اللي بيتعاقد والبعض الآخر هو اللي عنده المشكلة، يمكن مش فاهم الموضوع ده قوي، ولكن هي كالعادة يعني النادي الأهلي كل ما بيعمل حاجة، مروان عطية، القندوسي، ربما الأمور بتضايق البعض وبتخليهم يزعلوا أو يخليهم يحسوا إن هم عندهم مشكلة تجاه الصفقات، ولكن النادي الأهلي بيدعم فريقه وفقا لما هو يستطيعه. وانا دايما بقول اللي انت تقدر تعمله عشان تقوي سكواد النادي الاهلي لازم تعمله. وكانت الفكره عندي اللي هي مش حاببها ان احنا ندخل ناقصين لاعب اجنبي برضه، لان اللاعب الاجنبي يا جماعه امتياز مهم جدا للفريق يا اسامه. بص احنا يمكن اتكلمنا انا فارس قبل صفقه او قبل الموسم، واتكلمت وانا تحديدا قلت يعني المحترفين او يعني الهلاك، مع اني مش بحب كلمه الهلاك قوي، لكن المعنى اقصد بيه ان انت كان لازم ان انت يكون عندك يعني المحترفين صح. وتستغل حتى اللائحه الجديده اللي انت استغلتها بضم كريستو والنهارده بتضم القندوسي. القندوسي البعض هيقول بس احنا كنا بنتكلم عن صفقه مهاجم او مش صفقه مهاجم، خليني اتكلم بوضوح
ان انت تدخل بلاعب زي ده، لاعب كان مطمع من انديه محليه وانديه ايضا اوروبيه وانديه يمكن تونسيه، فده شيء ايجابي جدا، وهو القندوسي. يبقى عندك اللعيبه اللي فوق السن، وعندك اللاعب اللي هو كريستو اللي هو تحت السن، وربما تقدر في فتره القادمه تتعاقد مع لاعب اخر تحت السن، ولكن مش في فتره يناير يعني. لكن انت دخلت بالصفقات دي، فتيجي تقيم القصه كلها في نهايه يناير، هتلاقي ايه؟ هتلاقي النادي الاهلي تعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب سموحه بعد اصابه اكرم توفيق وكريم فؤاد اللي بنتمنى لهم طبعا يعني الشفاء العاجل، ودي كانت ضربه موجعه جدا للجبهه اليمنى، خاصه ان هم كانوا الاساسيين في الجبهه دي. فجبت خالد عبد الفتاح، ثم تعاقدت مع مروان عطيه لاعب وسط الاتحاد، ثم كريستو، ثم القندوسي. طيب نيجي نقيم القصه كده عشان نشوف هندي كام من 10 مثلا، لو انت عايز تقيم بطريقه جماهيريه لصفقات يناير. هقول لك قارن بكل الفرق المحليه، وحط في الاعتبار ان انت على صداره جدول الدوري، حط في الاعتبار ان انت اقوى هجوم، انت اقوى دفاع، انت افضل فريق موجود حاليا في مصر بلا جدال، الارقام بتقول الكلام ده. المنافسين ليك برغم الملاءه الماليه اللي موجوده عندهم، ولكن ما شفتش دعم زي دعم النادي الاهلي، وهو بيدعم وهو واقف على رجله وهو اول المسابقه. طيب خالد عبد الفتاح عمل ايه؟ انا قناعاتي الشخصيه يمكن ما كنتش شفت خالد كتير، لكن لما شفته في مباراه الزمالك وبيلعب سنتر باك وشفت الثقه اللي عنده، اطمئنت تماما ان خالد عبد الفتاح هيتم تفعيل عقد الشراء، عقد الاعاره ده لعقد شراء الحقيقي اللي ظاهر، ولعب باك رايت ولعب كمان باك ليفت في مباراه البنك الاهلي، وحصل على افضل لاعب في المباراه وقتها. مروان عطيه احد اللاعبين اللي بيديك عمق مهم جدا لوسط الملعب في وجود السوليه حمدي فتحي اليو ديانج، وقدر ان هو يظهر بشكل كويس جدا في مباراه البنك، وكان احد اسباب الفوز بالزياده العدديه اللي عملها داخل منطقه الجزاء، وهو تقريبا كان هو يعني صانع الهدف بعد صدي ابو جبل، راحت الكره لمحمد شريف سجلها. ده لاعب تاني انا شايف ان هو ادى مردود فني يقول ان في حاجه تم اختيارها بشكل جيد جدا. نروح لكريستو، شفناه دقائق بسيطه مش هنقدر نحكم عليه، والقندوسي شفناه قبل كده مع وفاق الصيف، وانديه كتير جدا حتى كان في رغبه جماهيريه عند النادي الاهلي او عند جماهير النادي الاهلي الموسم الماضي ان يكون في التعاقد مع كريستو. طيب كولر تحدث عن احتياجه لمهاجم ثم تم التعاقد مع القندوسي، عايز اطمنكم تماما ان كولر من المدربين الفنيين اللي هو مش بيقبل باي لاعب، صرح بده بشكل واضح في المؤتمرات الصحفيه، وحتى في ضمن الاتفاقات على التعاقد مع لاعبين بيكون له رؤيه واضحه جدا، والنادي الاهلي دايما بينفذ للمدير الفني رؤيته تبعا لظروف النادي وملابسات الفتره الزمنيه اللي انت بتتعاقد فيها مع اللاعب، وبالتالي القندوسي جاي برغبه مباشره من كولر بالتاكيد. القندوسي عنده قدره ان هو يلعب في اكتر من مركز بالتاكيد، مركز 6، مركز 8، صانع العاب، وبيلعب ايضا وينج ليفت، يمكن الناس بتتكلم ان هو ممكن ما يكونش اسرع للجبهه اليسرى، ولكن هو قدر يشتغل في المكان ده وقدر ينتج في المكان ده، وتقريبا في اخر 107 مباراه يعني مساهم في 41 هدف ما بين صناعه وما بين تسجيل. الصفقه دي كان في انديه اخرى ومنافسه داخل مصر كانت محتاجاه، ده بالتاكيد، ولكن النادي الاهلي فكر ازاي؟ عشان برضو ما ننعزلش عن الواقع، وده نوع من انواع يعني الوضوح مش التبرير. النادي الاهلي فكر ان انت ترجتك الاولاني مهاجم، ما قدرتش تحقق المهاجم، امور اما نادي غالى في المفاوضات او لاعب غالى في الاجر السنوي ليه، او حتى لو في اي ممكن تقصير او اي اخطاء، المهم تعاملنا مع القصه دي ازاي قبل دخول يناير. اتعاملت مع القصه ان انت استكملت عدد لاعبيك المحترفين. طيب عملتها ازاي كمان؟ وده عشان ما نروحش برضه ونتكلم بمعزل، انت عندك ازمه في الدولار واضحه عشان بس نكون واضحين. عملتها ازاي؟ رحت لانديه شمال افريقيا، حليت مشكله كانت متواجده مع النجم الساحلي ومبلغ عمال يتاخر واقساط، وبندخل مع كوليبالي، كوليبالي ده تقريبا من 5 مواسم أو 6 مواسم مشكلته قائمه، نهيت المشكله دي بانك جبت لاعب واعد ايضا كريستو، يعني لاعب النجم الساحلي، لدرجه ان النادي النجم الساحلي طلع بيان يوضح للجماهير ازاي او ليه فرطوا في اللاعب ده، وهو لاعب كان عنده يعني او الجماهير كان عندها طموحات كبيره فيه ان هو يعني ياخد النجم الساحلي لبعيد ويكون تقدر تبني عليه. اللاعب الاخر وهو القندوسي، ودي برضو نقطه من
يعني استغلال علاقاتك القويه جدا مع انديه شمال افريقيا. يمكن رئيس نادي وفاق سطيف كان جاء زار النادي الاهلي واجتمع مع مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في شبه توأمه ما بين الناديين، وبالتالي انت قدرت تستغل الظرف المادي بشكل ممتاز طبعا لحاله الامور الماديه وطبعا لحاله توفير العمله الصعبه. ده افضل شيء، مازال كان ممكن الافضل، ولكن ده افضل المتاح حاليا. اتمنى يكون محمد شريف، كهربا، بيرسي تاو، شادي حسين على قدر كبير جدا 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 من المسؤوليه، لان لا قدر الله اي اخفاق اي تعثر في مستوى المهاجمين هيلاقي فيه غضب لجماهير النادي الاهلي، واحنا محتاجين حاله دعم، حاله استقرار. اكيد اكيد جماهير النادي الاهلي منطقها معروف ومنطقها واضح، هي عاشقه للكيان وعايزاه يكون افضل نادي موجود دايما وابدا ومكتمل ومثالي، حتى لو كان بعض المنافسين بعيد عنك مسافات ضوئية، حتى لو كنت خلاص قدرت تسيطر بشكل محلي أو قادم على هيمنة محلية، أيضا ده حق مشروع للجماهير، وده برضو حق مشروع للجماهير إننا نوضح الصورة ونكون خلف الفريق. كل التوفيق للصفقات الجديدة اللي النادي الأهلي تعاقد معاها في يناير، كل التوفيق للنادي الأهلي ولاعيبي النادي الأهلي وجهازهم الفني إن هم يستمروا في تقديم الصورة الطيبة منذ قدوم كولر، وإن شاء الله نقدم صورة عن النادي الأهلي جيدة في كأس العالم للأندية، وننهي الموسم بإذن الله والدوري يعود إلى الجزيرة وبطولة أفريقيا تعود لمكانها الطبيعي بعد ما فقدها النادي الأهلي في النهائي الأخير أمام الوداد البيضاوي المغربي. يمكن كانت هي الفكرة وأيضا اللي أكدنا عليكم فيها، وهي العنوان ما لا يدرك كله لا يترك كله، وعشان كده دي كانت الفكرة الرئيسية اللي أعتقد أن كلنا هنبقى مقتنعين أن في كل الأحوال ده كان أفضل سيناريو في النهاية ممكن تنتهي إليه، من أن أنت تكون عندك لاعب أجنبي ناقص، وكل فعلا التوفيق للنادي الأهلي في رحلته. ولكن كمان كان عندنا تصريحات مهمة جدا لأحمد القندوسي مع انضمامه للنادي الأهلي، نشوف التصريحات دي ونعقب عليها. السلام عليكم. الحمد لله كما تشوفوا اليوم بغيت في نادي الأهلي، وكانت كل الأمور على كانت تمت على العمل الجيد، واشكر وفاق سطيف واشكر الانصار واشكر زملائي وكل الطاقم الفني والاداري، واشكر زملائي بزاف، وان شاء الله السنه يتحسن بزاف المستوى، وان شاء الله وفاق سطيف تحقق بطولات، باسكو هي من الفرق اللي كل عام تحصد بطولات، وانا نتمنى للفريق التوفيق، وهذا الفريق ما ننساوش خيره اللي هو وصلني لهذه البلاصه، هو اللي طلعني وصلني المنتخب الوطني، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في باقي المشوار. رساله مهمه بيودع فيها القندوسي فريقه، وبيوجه رساله مهمه جدا اعتقد للفريق ان هو عنده طموحات مع النادي الاهلي، واكيد اي لاعب يا جماعه داخل في القاره يتشرف بالانتماء للنادي الاهلي. لو عندك خيار النادي الاهلي واي خيارات اخرى داخل القاره، فالخيار الاول والاخير هو النادي الاهلي اعتقد يا اسامه. والله بالتأكيد يا فارس، يعني نتمنى ليه التوفيق، وعندنا لسه يعني كلام كتير جدا في حلقة النهاردة، هنطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر، وأكيد كلنا النهاردة شفنا مشهد سفر بعثة النادي الأهلي، المشهد اللي بنشوف فيه النادي الأهلي إزاي بيخرج بشكل لائق، ازاي انت حريص على كل تفاصيل الصوره اللي انت بتصدرها، من زي لفكره كمان وجود اللاعبين، وجود كابتن محمود الخطيب مع البعثه، اكيد كلنا كنا شايفين اللقطات اللي كان متواجد فيها كابتن محمود الخطيب، كانت لقطات مهمه جدا. البعثه خرجت بشكل جيد، البعثه خرجت بشكل لائق، نتمنى ان شاء الله ان دي تكون بدايه لرحله موفقه، نرجع في اجواء تكون جيده نكون سعداء فيها. ده معاكم على الشاشه اكيد يا اسامه، اهو سفر البعثه ومشاهد حصريه لقناه الاهلي اكيد. انا مهم جدا بالنسبه لي، يعني طبعا اكيد الشكل والستايل اللي بيطلع بيه اللاعبين للبطولات دي بيوضح صوره مشرفه عن النادي، لكن بالنسبه لنا لازم اللعيبه تكون مركزه ان انت ما زلت رايح دور تمهيدي، رايح بتلعب اوكلاند سيتي، تفكر في مباراه اوكلاند سيتي، من بعد مباراه اوكلاند سيتي اذا ربنا كتب لنا النصر ان شاء الله والفوز، هتبقى دخلت بالفعل في اجواء كاس العالم، لان النقطه دي
نقطة مهمة جدا، مش بس على سبيل النتائج وعلى سبيل تصدير صورة إيجابية عن النادي الأهلي، لا ده كمان على نطاق المفاوضات. وأنت بتجري مفاوضات مع لاعبين وبتقول إن أنت نادي عندك أكتر فرص في أفريقيا للمشاركة في مونديال الأندية، الأجواء اللي بيشوفها اللاعبين في مونديال الأندية تشبه إلى حد بعيد جدا الأجواء اللي أنت ممكن تشوفها في المونديال، ولكن بشكل مصغر بتروح، وخاصة لما كانت البطولة بتلعب في اليابان تحديدا، حتى لما بقت تتلعب في الإمارات، فأنت بتروح كلاعب في تقدير في لجنة منظمة من الفيفا، في لعيبة وأندية من أعلى مستوى، عندك ريال مدريد أحيانا، عندك بيدخل تشيلسي أحيانا، ليفربول أحيانا، السنة دي في ريال مدريد، وبالتالي كل ده ممكن تستخدمه في أسلحتك في التفاوض مع لاعبين كنادي أهلي. أنت النهاردة بتشارك للمرة التالتة على التوالي، فلما تيجي تتفاوض مع لاعب وتقول أنا عندي احتمالية إن أنا أحقق بطولة أفريقيا وإن أنا ألعب كأس السوبر وألعب كأس العالم للأندية، ده بيسهل كتير جدا وبيخليك بيمنحك أفضلية عند اللاعب، خاصة في ظل الصراعات. ويمكن شفنا يناير كان مشتعل، يمكن صفقتين من الصفقات من أربعة اللي تعاقد معهم النادي الأهلي كان في أندية يعني أعلنت بوضوح رغبتها في انتقال لاعبين، بل كمان أعلنوا إن هم وصلوا لاتفاق مع اللاعبين قبل النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي دخل المفاوضات أنهى الأمر ليه؟ اسم النادي الأهلي، شعبية النادي الأهلي اللي حضراتكم بتشوفوه على الشاشة، بالتأكيد دي أجواء يتمنى أي لاعب مصري أو حتى أفريقي إن هو يعيش فيها، بيمثل أفريقيا في كأس العالم للأندية. لكن بأكد لازم يكون في تركيز، تركيز في مباراة أوكلاند سيتي عشان ندخل بالفعل في الأجواء. طبعا محمود متولي حمد لله على السلامة كان تم يعني حرمانه من اللعب في مباراة نادي الزمالك، واللاعبين اتقدموا بشكل جيد جدا يا فارس، كان في لاعبي الوسط كلهم متصورين مع بعض، لاعبي خط الدفاع تصوروا مع بعض، او السنتر باكس كانوا متصورين مع بعض، بس ما شفتش احمد نبيل كوكا ليه كان داخل مع ياسر ابراهيم ورامي ربيعة، والناس الاول فين معلول في الصوره الجماعيه، وكان ده حقيقي، لكن كان متواجد في المطار، كان تواجد بعد كده الناس اطمنت عليه. طبعا الصور دي يا جماعه مهمه جدا، لان احنا دايما بنوثق الاحداث دي، واعتقد ده جزء من اللي اسامه بيكلمكم فيه، وهي الصوره المعنويه. انا يعني شايف ان ده من اهم الاشياء، عشان كده بقول لكم الصوره المشهد، انت بتوصل رسائل عامله ازاي. الصوره المعنويه مهمه جدا، لان المشهد ده انت بتتفوق فيه، في تفوق بيحصل في الملعب ان انت تفوز على منافسك التقليدي، ان انت تاخد بطولات، وفي تفوق نفسي، جزء من التفوق نفسي هو اللي انتوا شايفينه على الشاشه، ده جزء انت بتوصل لكل لاعبي الفرق المحليه الموجودين في مصر، وادي علولو طبعا ده مهم جدا عشان الناس كانت كلها بتسال عليه، مهم جدا ان انت توصل التفوق النفسي ده، حط نفسك مكان اي لاعب موجود في اي نادي مصري وهو بيشوف الصوره دي. وافريقي والله يا فندم. وافريقي طبعا انا معاك، بيحس بايه؟ هيشوف ايه؟ حتى مش افريقي بس، انت قلت في التعاقدات برونو سافيو يا اسامه قال اللي انت قلته، قال كاس العالم للانديه ورئيس النادي البوليفي وقتها اتكلم في النقطه دي، فده طبعا جزء مهم جدا من السيطره النفسيه والتفوق المعنوي. كمان في صوره لفتت انتباهي جدا، معرفش اذا كنا نقدر نعرضها دلوقتي، كابتن محمود الخطيب طبعا قدامنا اهو، وكتير جدا من عناصر بعثه النادي الاهلي، كابتن محسن صالح وكتير جدا من النادي الاهلي طبعا، الاستاذ حنان الزيني اكيد. فكان لقطه كابتن محمود الخطيب وكهربا، كانت لقطه بالنسبه لي مهمه جدا، لان هي رساله يا جماعه، كهربا تعرض لاساءات وتعرض لتطاول، والنادي الاهلي تعرض لفكره ان كهربا تم انهاء مسيرته، كهربا مش هيلعب تاني، كهربا هيدفع ثمن ده. اعتقد كابتن محمود الخطيب وهو داخل الطياره كان حريص كده على مداعبه كهربا، لان دي كانت رساله، يعني ربما كهربا البعض اللي كان يعتقد ان هو انهى مسيرته، كهربا هو اللي انهى مباراه على حسابه، وكهربا هو اللي بيسافر دلوقتي في كاس العالم للانديه في بطوله كبيره جدا، ربما البعض اللي بيسخر منه يحلم ان هو يلعب فيها. ادي اللقطه بتاعه كهربا، لقطه مهمه جدا، لقطه جميله، اعتقد كانت حديث ناس كتير جدا يا اسامه النهارده، لان كهربا يحتاج الدعم المعنوي ده كمان غير باقي اللاعبين اللي اكيد كل اللاعبين بيدعموا الكابتن محمود الخطيب. بص هو اكيد، لكن انا شايف المشهد بس عشان ننقله بصوره سليمه، هو تعامل مع كهربا زي ما تعامل مع ايمن اشرف، مع رامي ربيعه، مع محمد شريف، يعني ما كانش في تعامل مميز، لا معامله نفس اللاعبين، وده الطبيعي جدا من رئيس النادي ان هو يتعامل مع اللاعبين فريق واحد، حتى كل حركه عملها مع لاعب بتتكرر مع نفس اللاعب. انا هنا عايز اقف بقى عند بيرسي تاو تحديدا،
بما اننا اتكلمنا عن التعاقد والصفقات، بيرسي تاو كان سيء الحظ جدا في المشاركه في مونديال الانديه الماضي لما اصيب في مباراه سموحه في كاس الرابطه. بيرسي تاو كان احد اهم اهدافه وهو بيتعاقد مع النادي الاهلي عشان يترك الدوري الاوروبي، سواء لما كان معار من برايتون لفريق بلجيكا وانه يجي يلعب في افريقيا مره اخرى، كان محطوط نقطه ان هو ان عندنا مشاركه في كاس العالم. الحقيقه لم يوفق في المشاركه في كاس العالم بسبب الاصابه، ثم لم نوفق كنادي اهلي في الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراه النهائيه، برغم المشوار الكبير اللي كان عامله بيرسي تاو في البطوله. يمكن دور نصف النهائي كان مساهم في 6 اهداف امام وفاق سطيف، ولكن لم يوفق في الوصول لكأس العالم. حتى دي كان مصاب ولسه راجع المباراة الماضية، بدأ ياخد بعض الأوقات، وده شيء إيجابي جدا. أنا بالنسبة لي كنت حزين جدا لما أنيس بوجلبان كان بيتعشم وهو كابتن فريق الصفاقسي التونسي إن هو يلعب كأس العالم للأندية، ولكن النادي الأهلي قدر يفوز في الوقت بدل الضايع بهدف تريكا الشهير. جاء أنيس بوجلبان معانا، فقدنا البطولة أمام النجم الساحلي، ولما خدنا البطولة في 2008 وخلاص أنيس بوجلبان هيحقق حلمه بالمشاركة، مانويل جوزيه استبعده من قائمة كأس العالم. كويس جدا أن مارسيل كولر خد كل اللاعبين تحسبا لأي إصابات، وكمان استبعد فقط اللاعبين اللي مش هيقدروا يشاركوا بأي شكل من الأشكال. كل التوفيق للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، كل التوفيق أننا نتخطى الدور التمهيدي عشان نشارك بشكل إيجابي جدا. نشوفكم بعد الفاصل، ولسه عندنا فقرات تانية كتير جدا. ورجعنا لكم وبرنامجكم الأهلي خط أحمر، وأعتقد زي ما رحنا للأحداث المفرحة واللي بيكون طرفها النادي الأهلي، هناك أطراف أخرى دايما بيقترنوا معانا بأحداث غير مفرحة بالمرة وأمور غير سعيدة بالمرة، ربما في بعضها كتير منه مسيء، ربما في بعضها كتير منه بينال من صورة الكرة المصرية. اللي شفنا النادي الأهلي في بداية الفقرات بيحاول إزاي يحافظ عليها، بيحاول إزاي يصدرها للعالم، ولكن ربما البعض أراد أن يصدر عن الرياضة المصرية فكرة تانية خالص. أراد البعض أن هو يوصل للعالم عن الرياضة المصرية والدوري المصري والفرق المصرية فكرة تانية خالص. ليه؟ لأن البعض اتساب يوصلنا للمرحلة دي. وفكرتنا الأولى في القصة هي كلاتنبرج، رحيل كلاتنبرج. كلاتنبرج مش هو في ذاته أو هو في شخصه هو المنوط بالقصة أو المنوط بالكلام. يمكن عشان نكون أمناء، كلاتنبرج ليس هو أفضل من كان يطور التحكيم المصري، ولكن البعض حريص فعلا على تطوير التحكيم المصري، ولا دي حق يراد به باطل؟ هيصدر لك فكرة تطوير التحكيم المصري كشماعة أو كحاجة هي اللي بيتكلم فيها، وهي اللي بيصدرها الرأي العام، وهي اللي من تحتها بيعمل كل شيء سيء. يمكن شفنا بيان اتحاد الكرة المصري، هو ده اللي هنبدأ بيه، اللي بيتكلم عن كلاتنبرج وعن الأزمة اللي حصلت ما بين كلاتنبرج والاتحاد المصري. أنا بشوف إن البيان اللي معروض منكم جزء منه على الشاشة، واللي بيتكلم في بدايته عن فوجئ أعضاء اللجنة بخروج كلاتنبرج من الجروب الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، البيان ده في رأيي هو ملخص حال ما وصل إليه الاتحاد المصري لكرة القدم. لأن أنا في رأيي لو اتحاد الكرة المصري عايز يخرج ببيان يلخص إزاي اتحاد الكرة بيدير المسابقة بشكل عشوائي وشكل سيء وشكل فيه من أشكال تعمد تدمير المسابقة، وأنا بقول تعمد لأن أنا مش متخيل أن في بيان رسمي بتحكي حكاية وكأن 2 متخانقين مع بعض. فوجئ الاتحاد برئيس لجنة حكام بيغادر جروب الحكام، أنا مش متخيل أنت بتصارح الرأي العام إزاي. ده ممكن تقول أن في بعض الأشياء بعض الأمور لما يتم الاتفاق عليها، ثم بعد كده بتبدا تتكلم ان الراجل لا ده احنا بناخد رايه في التعيينات، وتبدا تقول ان ما حصلش اي تغيير بشان تعيين حكم مباراه الاهلي والبنك الاهلي، عشان هنا وكانك بتقول للراي العام لو حصل مشكله في مباراه الاهلي والبنك الاهلي ده كلاتنبرج هو اللي مختار. وبعيدا بقى الكلام في المستحقات وبعض الامور، انا في حته عايز اقف عندها. الاتحاد المصري لكره القدم وهو بيتكلم عن حاجه انا شايف اللي كتبها لازم يتحاسب عليها،
وهي فكرة أن مصر بلد الأمن والأمان. هي مصر طول الوقت بلد الأمن والأمان، ولكن استدعائك ده في سياق الرد على حكم في بيان تنبأنا كلنا أن هيكون ليه ردود أفعال عالمية لأن طرفه طرف خارجي، هو منتهى القصور في التفكير. لأن أنت بتصدر الرأي العام إيه؟ لما تقول أن كلاتنبرج كان بيتحرك عادي وبدون، أنت بتصدر للرأي العام وكأن الراجل اشتكى من إيه؟ ثم تيجي تقول له أنت لو عندك مشكلة ممكن تروح للجان الداخلية في الاتحاد، روح اشتكي للجان الداخلية في الاتحاد اللي هي أعضاء اتحاد الكرة نفسهم، تم سبهم وتعرضوا لكل أنواع التطاول والإساءة ومحدش فيهم عمل حاجة ولا فعل اللجان الداخلية. فمنتهى التناقض ومنتهى العبث يا أسامة في البيان اللي ممكن نقعد نتكلم فيه كتير جدا ونحاول نفك ألغاز وشفرات يا أسامة. وأنا أقف عند يعني سطرين تقريبا أو أربع سطور اللي أنت بتتكلم عنهم، وهو فيما يخص عدم حمايته، فإن تواجده في جمهورية مصر العربية أكثر الدول أمانا في العالم، فهذا أمر مبالغ فيه حيث أنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة أسوأ بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأولمبي. أعتقد أنتم فهمتوا ترجمة كلاتنبرج بشكل خاطئ، زي ما فهمتوا ترجمة خطاب الفيفا عن قضية كهرباء بشكل خاطئ، لأن الراجل أكيد أكيد مش بيتكلم عن أنه موجود في بلد فيها عدم أمان، بيتكلم عن الأمان النفسي، بيتكلم عن الاحترام والتقدير لمكانته، بيتكلم عن عدم التدخل في أموره الشخصية. وعشان هنا الاتحاد استدرك في بقية الخطاب أو في بقية البيان وقال: أما نقد من الإعلام فهذا أمر موجود في كل العالم، وإذا كان الأمر شخصي فيتم اتباع درجات التقاضي سواء في الاتحاد أو في المحاكم. هقف عند هنا. أمر موجود في كل العالم. إيه اللي موجود في كل العالم؟ إيه اللي موجود في كل العالم؟ الإعلام في كل العالم بيطلع يتحدث عن إن الحكم مرتشي، بيطلع يتحدث عن أخلاقيات الحكم أو رئيس لجنة الحكام، بيطلع يتحدث عن مجاملة واضحة وصريحة عن رئيس لجنة حكام تجاه أحد الأندية، بيطلع يتحدث عن سب للتحكيم عشان التحكيم يخاف، بيطلع يتحدث عن إيه في العالم؟ إحنا النموذج اللي عندنا غير موجود على الإطلاق في العالم، غير موجود على الإطلاق في العالم. هات لي دوري في أي مكان في العالم في النموذج اللي بيحصل عندنا من ترهيب الحكام أو المعلقين أو مقدمي البرامج أو خبراء التحكيم أو اتحاد الكرة أو حتى رؤساء الأندية. تخيل رئيس نادي لو تعاقد لاعب من النادي ده مع النادي الاهلي بيتم الاساءه والتجاوز والتطاول في حق رئيس النادي. هات لي مين في العالم كله، دوري في العالم كله، دوله في العالم كله فيها اللي مكتوب موجود في كل العالم. احنا لو لا لا لا، يا اما احنا بقى اللي عايشين في عالم اخر، عالم موازي، يا اما حضراتكم اللي مش شايفين العالم، مش شايفين اصلا المشكله فين. والحقيقه المشكله واضحه للجميع، الجميع كله بيطلع بيعمل نفسه مش واخد باله من المشكله. الامر مش موجود في اي مكان في العالم، هنا بس، الدوري المصري بس، الاعلام الرياضي المصري بس. اللي بيحصل فيه تجاوز واساءه وتطاول وخروج عن النص وتنمر على كل عناصر اللعبه. بيحصل فيه اتصالات تليفونيه سواء رئيس لجنه الحكام اللي ما عرفوش يوصلوا له، اصل ما بنعرفش نتكلم انجليزي، بيحصل فيه مع التحكيم، بيحصل فيه مع لجنة الحكام نفسها. الإخوة اللي تحت دول اللي هو المفترض عشان تطور التحكيم يبقى فيه قرار واضح، مش فقط لغير تجيب رئيس لجنة حكام أجنبي، ده أنت تنسف حمامك القديم، لأن الناس دي ولاءها وانتمائها أصبح إما لناس بعينها أو لشخصيات بعينها، أو زي ما قال كلاتنبرج بوضوح، الحكام اللي عندنا زي المسؤولين اللي عندنا، في نوعية جيدة وفي نوعية بتخاف، والنوعيه اللي بتخاف دي ما ينفعش تدير اي لجنه، ما ينفعش تحكم زي ما اتقال كده حكام خائفين. طب الحكم الخايف ده احنا دلوقتي كلاتنبرج فسر لنا لما كنا بنجيب حكام مصر يطلعوا عند تقنيه الفيديو ويرجعوا يغيروا القرار، ما يقدروش يدوا قرار. احنا ليه عرفنا محمود ناجي في مباراه هبط بسببها نادي الحرس للدرجه الثانيه كان مش عايز يطلع يتفرج ويشوف اللقطه اللي موجوده على الشاشه، ما كانش عاوز يطلع لاستدعاء حكم تقنيه الفيديو. ليه؟ الحكام بتخاف. وكلاتنبرج لما يقول كده بقى عارف مين الحكام اللي بتخاف. وكلاتنبرج ما اتكلمش عن النادي الاهلي، لما جه اتكلم عن في اتجاه لنادي واحد لم يذكر النادي الاهلي، لما جه اتكلم عن تغيير مباريات لم يتحدث عن النادي الاهلي، لما جه اتكلم عن حكام بتخاف، النادي الاهلي ما بيخوفش حد، ما بيخوفش حد. ولما طلع البيانات السنه اللي فاتت
كل مش بس جماهير النادي الاهلي، الاعلام المنافس كان بيتحدث تاخرك تطلع بيان. ماشي يا عم، انا البيان مش بيخوفش حد. انت دلوقتي اللي طلعت رئيس لجنه الحكام، انت اللي خرجت رئيس لجنه الحكام، انت اللي خليت رئيس لجنه الحكام يتحدث في كل المواقع الاجنبيه عن سمعه الرياضه المصريه، ودي مش اول مره. دي مش اول مره، تم احتجاز مدير فني داخل النادي وممثل من السفاره جه طلعه. مش اول مره. والاعلام بيعمل مش واخد باله، ويطلعوا يكتبوا نغمه واحده. يا جماعه الوسط الرياضي بقى لا يطاق. تعصب. الوسط الرياضي بقى عباره عن خناقات، بقى عباره عن عك كروي، الواحد ما بقاش قادر ان هو يتكلم في الكوره. يا جماعه احنا عندنا مشكله انفلات اخلاقي، احنا عندنا مشكله في الوقت. طب نبطل كوره يا جماعه. ايه ده؟ ما تطلع تقول احنا فين المشكله؟ اطلع قول المشكله في شخص واحد. اطلع قول ان المشكله في شخص اعتاد ودائم التطاول والتجاوز في حق الجميع. لكن هتقول لي انا عندي مشكله في المنظومه الرياضيه؟ سيبك من المشكله اللي في المنظومه الرياضيه الاداريه. لما تتكلم عن انفلات اخلاقي يبقى تكون عندك الشجاعه والقدره تقول ان الشخص ده هو المسؤول، الشخص ده هو المخطئ. لما تيجي تتكلم عن استقاله لجنه محترمه من القضاه يبقى تتكلم وتقول اسباب الاستقاله اللي هم ذكروها ان تم الاعتداء اللفظي عليهم. لو انت عايز تعالج المشكله، لكن تطلع اللي هو زي بالظبط يقول لك يا جماعه بلاش ان الاثنين الطرفين يكونوا بيتشاجروا والاثنين يعني يتراشقوا بالالفاظ والكلمه اللي هي يعني خزعبليه مش موجوده. نقول فين يا جماعه التراشق؟ فين الاخطاء اللي صدرت مننا؟ هل سمعتم مره في الاعلام عن رئيس النادي الاهلي او اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي تحدثوا باي شكل في اساءه لاي عنصر من عناصر المنظومه الرياضيه؟ عارف مين اللي كان هيحاسبهم؟ جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، لان ده دستور النادي الاهلي، ده المالوف في النادي الاهلي. لكن الخروج عن النص غير مالوف في النادي الاهلي، غير مالوف. مش بقول لك يا نادي ملايكه، انا دايما هنا بقول لسنا مدينه فاضله. انا مش مؤمن بمدينه فاضله، لكن انا بحاول اكون انا افضل مدينه موجوده، بحاول اكون انا افضل نادي موجود، بحاول ان انا اقلل من اخطائي، بحاول ان انا اراجع نفسي. لكن اللي بيحصل ده الاعلام كله في اتجاه واحد، طالع يتكلم عن ان في مشكله في الوسط الرياضي بدون الاشاره للمشكله. لا، يبقى ما تتكلمش احسن، يبقى تسكت احسن، سكاتك افضل. اللي بيحصل مع كلاتنبرج مش هيكون اخر واحد، والحل مش هنقبله على الاطلاق. وانا قلت من البدايه فشل الاختيار من فشل المسؤول. لما تيجي تختار رئيس لجنه حكام حتى لو طلع فاشل فده فشل اختيارك انت، مش فشل اختيار خبير تحكيم اجنبي. لا، هات لي خبير تحكيم اجنبي افضل. واللي هيتكلم عن الدولار في راي في كلام رئيس لجنه الحكام، لا يبقى نتكلم عن الدولار في مدير فني المنتخب المصري، نتكلم عن الدولار في مدير فني المنتخب الاولمبي. المنظومه فقدت العداله، فعشان المنظومه يعود لها العداله مره اخرى يبقى لازم نطهر، يبقى لازم ننسف الحمام القديم. حسنا فعل كلاتنبرج ان هو قدم استقالته للاتحاد المصري لكره القدم، مسببه وواضحه جدا. يمكن اخر اسبابها هي فكره عدم تقاضي راتبه في الفتره اللي كان المفترض فيها اتفاقات وعقود. والحقيقه لما اتسال من الزميل هاني حتحوت في احد البرامج، يعني كان فريق الاعداد شغال معاه، قال بوضوح اساله كابتن حازم امام وتحدى اتحاد الكره في اظهار عقد كلاتنبرج. احنا بنطالب بالشفافيه، بنطالب بالوضوح، بنطالب اتحاد الكره ارجوكم اظهروا عقد كلاتنبرج، بنطالب الكابتن حازم امام زي ما بتاخد الاشاده في تعيين مدير فني لمنتخب وطني، حضرتك اطلع تحمل المسؤوليه في تعيين كلاتنبرج ووضح لنا مين المخطئ وايه البديل. انا اترمالي ان البديل اجنبي من المدير التنفيذي، حاليا بيتم تسريب بالونه اختبار ان لو ما قدرناش نحصل حتى نهايه الموسم على بديل لكلاتنبرج اجنبي هيتم الاستعانه بمحمد فاروق رئيس لجنه الحكام. صباح الفل، صباح الفل. بص على ترتيب جدول الدوري وتعرف مين المتضرر من وجود رئيس لجنه حكام اجنبي، مين اللي ما بيلجاش لتحكيم اجنبي، مين اللي بيشكر في تحكيم مصري. وبالتالي احنا مصرين كلاتنبرج رحل يجي غيره رئيس لجنه تحكيم اجنبي. مش عايزين نرجع تاني نروح البروتوكول.
فعايزين نرجع تاني للماتش حرارته سخنه زي الاطفال، ومش عايزين نرجع تاني لاحتواء المباريات والمصطلحات اللي كلنا شفناها مع خصم واحد او مع منافس واحد في اتجاه واحد واخطاء كلها في اتجاه واحد. اتمنى تكون الرساله وصلت. رسالة عشان توصل كمان محتاجين نفكركم بحاجة، ان كابتن محمود الخطيب في ظل أزمة عنيفة مع التحكيم طالب بمنح الحكام مستحقاتهم والنظر في أجورهم والنظر في وضعهم داخل الاتحاد وتوفير الأجواء المناسبة للعمل ليهم. حط 100 خط تحت ده، لأن كابتن محمود الخطيب مش ذنبه إن هو بيتصرف فيما ينبغي أن يكون، مش ذنبه إن المنظومة كلها بقت حساباتها مختلفة، مش ذنبه إن الفكرة بقت مقلوبة. كابتن محمود الخطيب في عز ما بيطالب بالمحاسبة كمان بيطالب بإن الحكام كانوا ياخدوا حقهم، ولكن إحنا رحنا لحتة مختلفة تماما. حكام بتتوصف بالرشوة، رئيس لجنة حكام بيتوصف أوصاف تخص عبارات جنسية، أنتوا متخيلين وصلنا لإيه؟ بيتوصف ان الحكم اللي جاي اجنبي لمباراه الاهلي والزمالك ده حكم جاي هيتاخد وهو رايح للمباراه او وهو رايح للفندق بتاعه، اللي هيكون معاه هيقول له كسب النادي الاهلي. يا جماعه الكلام ده بيتقال في الاعلام، الكلام ده بيتقال في الشاشات وهنعرضه لكم وهتسمعوه معانا، ده بيتقال وبقى للناس عادي. الإساءات والسباب كل يوم بتسمعوا نفس الوصلة ونفس الإساءة ونفس التطاول. أنا مش هقف عند كلاتنبرج بس، أنا هقف عند اتحاد الكورة اللي هو بيقول لكلاتنبرج إلجأ لدرجات التقاضي وهي لجنة الانضباط. أنت نفسك كاتحاد كورة أنت تكذب على الرأي العام، أنت كاتحاد كورة تتواطأ. ليه هقولك تتواطأ؟ لأن ده حقيقي، لأن لجنة الانضباط هي اللي بعد كده هنشوف أنت إزاي غليت إيديها عن تنفيذ العدالة، هي اللي أنت كاتحاد كرة نفسك ما استخدمتش لجنة الانضباط ولا صلاحياتك وأنت بيساء إليك، هو اللي كل واحد بيتعرض لإساءات وقدم لك شكاوى وكل الرأي العام شايف وأنت ما اتحركتش حاجة، يبقى أنت بتقول لكلاتنبرج يلجأ لدرجات التقاضي الداخلية وهي لجان الانضباط أو لجان المسابقات أو أيا كان اللجان اللي منوط بيها إن هي تاخد قرارات، أنت بتضحك على الرأي العام، أنت بتغسل إيديك من الموضوع، أنت بتتعامل مع المشجع أو الجمهور إن هو مش فاهم، بس البعض عارف لأن الأقنعة سقطت من بدري قوي مش من دلوقتي، الأقنعة سقطت من زمان، من وقت وانتوا فرطتوا في حقكم. اوعى تقول لي اوعى تقول لي ما اصل ما النادي الاهلي بيتشتم وانت عملت ايه؟ لا انا عملت، انا رحت التقاضي جوه الاتحاد وبره الاتحاد وعملت كل حاجه اقدر اعملها، بس النادي الاهلي ما عندوش سلطه تنفيذيه، وده اللي لازم نفهمه. النادي الاهلي ما عندوش سلطه تنفيذيه، النادي الاهلي مش اتحاد كوره اللي هياخد قرارات، دايما تلوم اللي عنده القدره انه ياخد القرار. هنا اتحاد الكرة هو اللي عنده القدرة ياخد القرار، فهو اللي عطل واللي تواطأ مع كل الإساءات اللي حصلت ده. وبمناسبة الإعلام في حتة مهمة جدا، النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي وكل العاملين في النادي الأهلي اللي بيسبوا في أسرهم وأشخاصهم وعرضهم وزمامهم المالية، التاريخ بعد وقت طويل جدا هيذكر ليهم إن هم تحلوا بأعلى درجات ضبط النفس الممكن. والله احنا هنا على الشاشة دي بنتحلى بأعلى درجات ضبط النفس الممكن. ليه؟ لأن محدش في أي رياضة بيتعرض للإساءة الجنسية والإساءة اللفظية والإساءة في الذمة والإساءة في الشرف والاتهام في كل شيء يوميا، وكل ده احنا بنعمله بنطلع نرد بفيديو، بنرد بمبادئنا، بنرد بشكلنا، لأن أسوأ حاجة إن أنت تتحول لنسخة أخرى من اللي بيسيء إليك، هتبقى ضيعت كل حاجة. عشان احنا متمسكين بالخيط ده فاحنا التاريخ هيذكرنا بده، التاريخ هيذكر كويس ازاي احنا تحملنا كل ده عشان خايفين على مصلحة الرياضة المصرية، عشان عندنا اعتبارات اخرى بتقول ان النادي الاهلي طول عمره هو اللي بيقول للناس اتعلموا مني. بس لازم الناس تتحرك، لازم الناس ما تسوفش الامور وتحط الجاني مع المجني عليه وتترحم على الكرة المصرية وتقول خلاص سرادك العزاء. لا، الناس لازم تقول ان الجاني واحد بس، هما مش طرفين وكلنا عارفينه وكلنا عارفين الاساءات وكلنا عارفين السباب وكلنا عارفين كل انواع التجاوز. لو عايزين تصلحوا بجد واجهوا نفسكم واجهوه، لو عايزين تصلحوا بجد
وان كنت اشك، لان بعد اللي حصل عالميا ما اعتقدش ان هي موجوده للاصلاح. ولو الناس عايزه تعرف ايه اللي كان ممكن يحرك اي حد ويخلي منظومه الكره تنتفض بجد، يسمعوا اللي اتقال على رئيس لجنه حكام اجنبي لما تشوفوا الفيديو اللي هنعرضه دلوقتي. كلمه تحكيم فاجر بسيطه. ده تحكيم عوالم. دول يحكموا هناك في الملاهي الليليه مش هنا. الملاهي الليليه. الملاهي الليليه هي اللي بقت حاضره على الشاشات والحكام بيوصفوها. ده احنا هنا لما بنيجي نهاجم حكم واحنا عارفين توجهه وعارفين عمل ايه مع الاهلي، بنفضل نلف وندور يمين وشمال عشان نعرف ننتقي الفاظنا. مش عشان خوفا ولا ضعفا ولا اي حاجه، والله العظيم احنا اقوياء جدا، ولكن عشان النادي الاهلي علمنا انك تنقي الكلمه اللي انت هتقولها. بس اعتقد البعض ما عندوش حاجه تعلمه. ده اللي اتقال بالنسبه في الحكام المصريين، وانا مش مندهش ليه لان اتقال اكتر من كده بكتير، ولكن مش ده الازمه بالتحديد مع كلاتنبرج، لان ازمه كلاتنبرج كانت ازمه شخصه. هو كلاتنبرج انتفض لشخصه، انتفض لسمعته، انتفض لكبريائه. حكام مصريين بيتعرضوا لإساءة من أندية أو نادي مصري، فده موضوع يعني كلاتنبرج يعني ممكن يكون جديد عليه، لكن اللي مش جديد عليه واللي خلى كلاتنبرج يتحرك هو الفيديو اللي حضراتكم هتسمعوه دلوقتي. بعدين راجل سيء السمعة سواء جوه أو بره. طيب. يعني سواء جوه مصر أو بره مصر. يعني نعد بقى الناس سيئة السمعة اللي شغالين في الرياضه المصريه كتير. يعني انتوا هتودونا يا جماعه، حرام عليكم، واحد سيء السمعه بيسوق الحكام، ورئيس لجنه الحكام سيء السمعه نفسه، مرتشي، جاي مرتشي من السعوديه، جاي مرتشي من السعوديه وسيء السمعه، وحد بيقود الحكام سيء السمعه. كلام برضو يعني يمكن انا اسف والله ان اقول الناس اعتادت في المجال الرياضي انها تسمعه من مكان واحد، ولكن في نقطة مهمة جدا. هو لما تم التعاقد مع كلاتنبرج، حد من الجانب الآخر اتكلم عن النقط اللي بيتكلم فيها دلوقتي؟ اسمعناش. طيب لما جت تقنية الفيديو مش كانت حلوة وعليها سكر وعسل وسمسم، وكان احنا في تقنية الفيديو أبطال الدوري، بس احنا قلنا وقتها ان تقنية الفيديو واحنا بقى كنا أبطال الدوري إنها بتطبقش بتحكيم مصري، لأن التحكيم المصري اللي احنا سمعناه من كلاتنبرج دلوقتي هو اللي احنا قلناه من سنتين ونص لما قلنا التحكيم بيخاف، لما قلنا بيطلعوا قدام تقنية الفيديو، وأنا قلت جملة واثق من معناها وفاكرها كويس قوي، قلت أتحداك تجيب لي حكم مصري في تقنية الفيديو هيتم استدعائه عكس قراره، قرار ضد الزمالك، وهيرجع يعكس قراره. يعني ما حسبش ركلة الجزاء على الزمالك، فهيجيبوا حكم الفيديو المفترض هيشوف، وهيشوف ركلة الجزاء وهيرجع مش هيحسب ركلة الجزاء. شفناها مع محمود ناجي، شفناها مع محمد الحنفي، شفناها مع عاشور، شفناها مع طارق مجدي، شفناها مع حكام كتير جدا. وقتها قلنا لكم ايه ده، منورين معانا واحنا ايه ابطال الدوري الاول اللي هو كان اتعمل فيه تقنيه الفيديو في النصف الثاني. دلوقتي بيتقال على كلاتنبرج ان هو حكم مرتشي. كلام زي ده، كلام زي ده يعاقب عليه القانون في دوله كلاتنبرج او اي دوله اخرى. ليه؟ لان انت لم تثبت على كلاتنبرج تهمه الرشوه. ايه اللي حاصل بوضوح شديد جدا؟ كلاتنبرج في الملف السعودي كان موضوع مختلف، وسبق وقلته هنا، قلت ان كلاتنبرج كان هو المنور باستقطاب التحكيم او الحكام الاجانب والتعاقد معهم، وكلاتنبرج بياخد من الاتحاد السعودي المبلغ كامل. يعني انت عايز تجيب حكم لمباراه الهلال والاتحاد او الهلال والنصر، كلاتنبرج هتجيب حكم من الطراز او من الصف الاول، كام يتكلف الحكم؟ 50,000 دولار الطاقم. يعني ياخد كلاتنبرج ال 50,000 دولار، يروح يجيب تحكيم ب 45,000 دولار، ب 40,000 دولار. دي كانت القصة. وقلنا هنا في الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري هو اللي منور بالتعاقد مع الاتحادات من أجل جلب أطقم تحكيم أجنبية. ده الوضع باختصار شديد. ولكن اتهام كلاتنبرج ليه؟ لأن نادي الزمالك في وجود رئيس لجنة حكام أجنبي أصبح في المركز الخامس. نادي الزمالك أصبح مهدد بقوة أنه لا يشارك في البطولات
القادمة القارية، سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية. ليه؟ لأن اللائحة بتقول كده. لو الدوري ده انتهى بعد الوقت المحدد من قبل الكاف، نادي الزمالك مش هيشارك في أفريقيا، لا أبطال دوري ولا كونفدرالية. ليه؟ لأن هنرجع للائحة السنة اللي فاتت اللي ما اتغيرتش، اللي هي هيكون البطل فيها أو الفرق الأربعة هم الأربعة الأوائل في الدور الأول. فده مهدد إنه ما يشاركش. لما جه مين؟ رئيس لجنة حكام أجنبي. ما بالك لما يجي طاقم تحكيم أجنبي في المباريات المهمة. ليه ما بيتمش طلب تحكيم أجنبي؟ عشان مبلغ كبير. لما كان المبلغ قليل في دوري 2018-2019 كان هناك خطأ إداري من وجهة نظري من نادي الزمالك اللي استعان بطاقم تحكيم أجنبي في الدور الثاني من الدوري اللي كان الزمالك متصدره. النتيجة إيه؟ الأهلي بطل الدوري. الأهلي بطل الدوري بعد ما كان رقم 18. فده قصة التحكيم الأجنبي، ودي الإساءة اللي واضحة جدا اللي خلت كلاتنبرج يترك منصبه ويقدم استقالته بداعي واضح جدا، ألا وهو تم التعرض ليه باتهامات ولم يجد من يعاقب من اتهمه بالرشوة. الخطورة بتاعت ده في كل اللي انتوا هتسمعوه ان هو امر غير فردي. يعني مثلا انا واسامه مش بنتكلم في حالة فردية يا جماعة، يعني مش جايبين تصريح اتقال في غفلة من الاعلام الرياضي فجايين نبروزه للاعلام الرياضي. ده القاصي وداني على علم باللي بيتقال ده وعلى علم بالمنهج ده. وعشان كده لما قلنا هنا ان في توجيه للبطولات والبعض كان عنده حالة استثارة وغضب من الكلمة دي، لا أنا بقول كانت نعنيها جيدا. ليه نعنيها؟ لأن توجيه البطولات مش بمعنى أن أنت هتقول لفلان ادي فلان البطولة. القصة مش كده. القصة أن لما رئيس لجنة حكام يتهم بالملاهي الليلية ويتهم بالرشوة ويتهم بكل الكلام ده بشكل مباشر والناس كلها تسمع ده، ولما حكم زي امين عمر يتقال له انا هضربك على كذا وهنزل اجيبك من كذا وامك وابوك وكل الكلام اللي انتوا سمعتوه اللي انا مش قادر اكرره حتى لو قاله حد تاني، ده شكل من اشكال التوجيه. لان اسال نفسك سؤال وانت بتتفرج عليا، فكر معايا في السؤال ده. اي حكم مصري بعد اللي بيحصل لرئيس لجنه الحكام نفسه وما جالوش حقه، بعد اللي بيحصل لزميله وما جالوش حقه، لما ينزل ياخد قرار صح هياخده ازاي؟ قول لي، جاوب، فكر، هياخده ازاي؟ مش هيقدر ياخد القرار الصح، لانه عارف ان هيكون مصيره التشهير بيه والتعرض ليه والتمثيل بيه بالشكل اللي انتوا شفتوه، ومحدش هيحاسب، محدش هيقول ما ينفعش، والاعلام هيتفرج. فهي دي القصه. ده شكل من اشكال توجيه البطولات اللي احنا كنا بنقصده. وعشان ناكد لكم ان الظاهره غير فرديه، اسمعوا جمال عبد الحميد وهو بيتكلم عن كلاتنبرج وعن التحكيم بيقول ايه. لا يا حبيبي، الزمالكاويه نادي كبير جدا وعريق جدا وجمهوره كبير جدا، واحنا عندنا القنوات اللي تبطلك وتمشيك. صدقني هتمشيك، هنمشيك هنمشيك، لان في حكم والله العظيم اتصل بيا وقال لي انا عايزك حكم دولي، عايزك نقعد مع بعض في حته لوحدينا عشان اقول لك كلاتنبرج بيعمل ايه عشان نادي الاهلي ياخد دوري. والله العظيم انا قلت الكلام ده يا كابتن ابو، انا قلت له لا، ده انا قلت له طب ممكن بس اليومين اللي جايين يعدوا عشان احنا عندنا ماتشات ورا بعض وعندنا قال لي بص هبلغك كام حاجه كده عشان تعرف ان الراجل ده جاي يدي الدوري للنادي الاهلي والحكام يحكموا للنادي الاهلي. انا ما فهمتش موضوع حته الوحشينا دي. يعني حته الوحشينا دي انا مش عارف ايه قصتها، يعني لان هي اتهام ايضا مباشر ل رئيس لجنة الحكام. بس سيبك بقى من الاتهام، أنا عايزك تركز معايا في الجملة دي. هنمشيك هنمشيك. هي دي القصة. هي دي اللي بتوصل الرسالة. لما يجي رئيس لجنة التراخيص بيمشي عشان كان عايز يطبق القانون. لما يجي رئيس لجنة انضباط بيمشي عشان كان عايز يطبق القانون. لما يجي رئيس لجنة حكام بيمشي عشان كان عايز يطبق القانون. لما يجي حكم مصري يتوقف والأسبوع اللي بعده ما تلاقوهوش عشان طبق القانون في مباراة. يبقى هي الرسالة إيه؟ ولما يطلع اللي عمل ده يقول احنا هنمشيك هنمشيك ويمشي، يبقى الرساله ايه؟ يبقى اللي انا قلته لكم قبل الفيديو، يبقى ده توجيه البطوله بعينه. وعشان كده بقول لكم توجيه البطوله مش فكره تليفون او انا عضو في اتحاد او انا في كذا هقول لك ادي البطوله لفلان، لا خالص. توجيه البطوله بده
بان اللي جاي بعد رئيس لجنه انضباط ولا رئيس لجنه تراخيص ولا رئيس لجنه حكام هيبقى عارف المسار. كل عيش كل عيش عشان ما يتقلكش على الهوا هنمشيك هنمشيك وتمشي. ويطلع البعض يقول لك التراشق والتعصب اعتقد الناس عليها ان تتوارى خجلا احتراما لنفسها واحتراما لان محدش هيفتكر ان هو بيضحك على الجمهور. الجمهور هو اللي بيضحك عليكم كلكم. وانا بقول الجمله تاني، اوعى تفتكر انك بتضحك على الجمهور، الجمهور هو اللي قاعد بيضحك عليك وبيضحك من اللي انتوا بتعملوه. كابتن جمال عبد الحميد، من اين لك بهذه القوه انك تتحدث عن رئيس لجنه حكام وتقول هنمشيك هنمشيك وانت كنت في سنوات كتيره جدا كان اسهل طريق للتعبير به عن ازمات نادي الزمالك هو البكاء، سواء كنت لاعب او في الاستوديوهات كنت بتعاني جدا جدا جدا، جات لك القوه منين ان انت دلوقتي جمال عبد الحميد اللي كان دائما وابدا يبكي على حال نادي الزمالك واخفاق نادي الزمالك يتحدث عن انه المتحكم في امور كره القدم وانه عنده القدره ان هو يمشي رئيس لجنه حكام اجنبي؟ الاجابه اعتقد واضحه، الاجابه هي الازمه اللي الكل بيحاول يتجاهلها، الكل اللي بيقول الكلام اللي هو العام ده ان الوسط الرياضي اصبح صعب جدا يا جماعه، لكن مش عارفين ايه اللي مصعبه، لكن ده بالنسبه لرئيس لجنه الحكام. طب لو فشلت محاولات كابتن جمال عبد الحميد او من يقود كابتن جمال عبد الحميد او من يمنح القوه لكابتن جمال عبد الحميد في انه يطيح برئيس لجنه الحكام، ايه اللي هيحصل مع الحكام؟ هتشوفوا في الفيديو ده. تعالوا بقى، انتوا خايفين من ايه بعد اذن خالد؟ يا حكام انتوا خايفين من ايه؟ خايفين من الاعلام الاهلاوي؟ احنا بقى كاعلام هنشتمكم كل يوم كل يوم كل يوم، هنقول عليكم فجرين كل يوم، هنشتمكم كل يوم هنشتمكم. يا جماعه الشتيمه بقت مش بس بتتقال معلنه، ده كمان التهديد بها بقى معلن. والغريب ان كابتن جمال عبد الحميد يقول لك احنا عمرنا بنجيب سيره النادي الاهلي، هم ليه بيعملوا معانا كده؟ هم ليه الاشرار بيعملوا معانا كده ويعذبونا كده ويجيبوا سيرتنا ويسيئوا لينا؟ احنا مش بنسيء لاي حد. وكابتن جمال عبد الحميد اللي انا قلت له قبل كده، يا كابتن بص لمظهرك، بص لشكلك في المرايه، بص للتغير اللي حصل في حياتك على المستوى الشكلي، الله اعلم بالمستوى الداخلي، انا لا اتحدث عن نوايا. شفت كابتن جمال عبد الحميد كان فين وهو لاعب وراح فين دلوقتي شكلا؟ شوف الكابتن جمال عبد الحميد كان فين وهو ممثل وبقى فين دلوقتي شكلا؟ هل يا كابتن جمال شكلك ده ما يستدعيش ان انت تحاول باي حاجه موجوده في وجهك تخليك تغير ما هو بالداخل؟ يعني ايه هنشتم هنشتم وكل يوم؟ احنا ليس منا يا كابتن جمال السباب اللعان، انا مش عارف والله اوصلها لك ازاي. انت اديت لنا صوره الكابتن جمال عبد الحميد خلال سنوات فاتت مختلفه عن صوره جمال عبد الحميد الحقيقيه، حضرتك لا، انت بتقدم لنا صوره كابتن جمال عبد الحميد المعروفه اللي مشي بسببها من النادي الاهلي، انت ما زلت بتقدمها لنا. الصوره اللي اتغيرت لكابتن جمال عبد الحميد هي الصوره الخارجيه. يعني ايه هنشتم هنشتم؟ يعني ايه؟ عشان كده لو ما قدرناش على رئيس لجنه الحكام هنقدر على الحكام. عشان كده كلاتنبرج لما يطلع يقول عندنا حكام جيدين ولكن خائفين، تبقى عارف المشكله فين، تبقى عارف القصه بتتعمل ازاي. النقطه المهمه اللي كابتن جمال قالها في الفيديو السابق عن قصه اللي اتصل بيه وقال له تعالى اعرفك مخطط النادي الاهلي، عارف انت فيلم انت قربت تسمعني السلام الوطني في وداني لو بوحه، ايه يا عم الحاج؟ هو ده النظام اللي كابتن جمال عبد الحميد بيحكيه لنا. كابتن جمال في فيس تايم عادي تقدر تتكلم عليه، ولا انت قلقان من المكالمات اللي بتطلع وتتسرب للحكام؟ اكيد قلقان، ما هو اللي يسمع جبنا له الحكم اللي بيحبه، اللي يسمع عايز ياخد رئيس النادي عايز ياخد بطوله فجبنا له حكم مصري، فاكيد اكيد هيبقى قلقان. هو الحكم بالفعل يا كابتن جمال كان بيقول لك كلاتنبرج بيوجه الدوري للنادي الاهلي؟ اعتقد يا كابتن جمال انت سمعت غلط، اعتقد يا كابتن جمال انت مش بتقول اصلا غير روايه يمكن كان في احد اعمالك السينمائيه القديمه وانت مشهور بهذه الاعمال الثانويه اللي ما سابتش بصمه مع الجماهير الا ان هم ضحكوا على الجد اللي انت بتعمله فيها، انت بتقدم مشهد جد وهم بيضحكوا، فاكيد اكيد انت اعتدت خلاص على الصوره اللي بتقدمها مختلفه تماما عن صوره الواقع. طيب القصه زي ما باكد لكم احنا تتعدد الصور ولكن المنطق واحد، كابتن جمال غيره هو الفكرة المنهج.
عشان كده بقول لكم ركزوا معايا ان دي مش حاله استثنائيه، ولو حاله استثنائيه هنا احنا كنا عقبنا ان حد بيتكلم كظاهره فرديه بنرصدها ان هي لا يجب ان تستمر. ولكن يا جماعه ده كل النمط كده، كل النمط كده، والفيديوهات دي بتتعرض على الشاشات والناس تيجي تصنف ردنا عليها بالادب الجم ده، وانا بقول بالادب الجم ده لان دي فيديوهات مش الطبيعي تبقى موجوده في الرياضه اصلا. تصنف ده ان ده تراشق، تصنف ده ان ده حال الكره المصريه اللي بقى مايل. والله مال بسببكم انتوا، مال بسببكم انتوا. تعالوا شوفوا الفيديو ده عشان تعرفوا ان انتوا عندكم طول الوقت نمط سلوكي واحد من نادي ما وكيان ما ومجموعه ما، وانتوا بتتفرجوا عليهم والجميع صامت قدام اللي بيعملوه. نشوف الفيديو. فاسد على كرسي المسؤوليه في لجنه الحكام لا تنتظر منه الا الفساد. كلاتنبرج متهم بالفساد في الدوري السعودي وتم طرده وأقلته وكم اقالته وكمان التحقيق معاه بمعرفه جهات امنيه. ماشي؟ فازاي هذا الرجل نستأمنه على مستقبل الكره المصريه؟ ما اقدرش استأمنه على مستقبل الكره المصريه. اختيار كلاتنبرج لطاقم الحكام السلفاني مرفوض. في حاجه خطيره جدا بتحصل اعلاميا وانا لازم ارصدها. في حاجه اسمها الرأي وحاجه اسمها المعلومه او الخبر. الرأي ده اللي احنا دايما بنعمله هنا لان احنا برنامجنا قائم على الرأي وقائم على الحجة وقائم على المناقشة اكتر من فكرة ان احنا مثلا خبري. طيب اللي بيحصل ايه يا جماعة؟ في تدمير للنمط والنسق الاعلامي اللي مفترض اي حد يتفرج عليه. عارفين فكرة الزومبيز او اللي هم الموتى الاحياء؟ لما حد بيعض حد فالناس كلها بتبقى شبه بعض، هو ده اللي بيحصل. كلهم بقوا شبه بعض، كلهم بيطلعوا يقولوا ايه ده عنده قضيه، ده ساكن في الدور الثالث في عماره عم عبده بتاع إيه مش عارف الايه واللي بيبيع مكرونه في الدور الثاني، ده ساكن في حاره مش كله بقى كده، ده مرتشي ده اتمسك سنه 42 وهو نازل من القطر فوقع. كله بقى كده، كله بقى يطلع يقول لك ده حكم موجود جه قال لي تعالى نقعد، ده فلان ممسوك بقضيه ايه، في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتدمروا الناس ليه؟ انتوا بتوصلوا للرأي العام الرياضي ايه؟ انتوا ليه بتعلموا الناس ان سهل جدا انك تطلع تقول كلام مرسل في الذمة والشرف والعرض؟ انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ اللي بيحصل ده يا جماعة خطر وخطأ وخطر قبل ما يكون خطأ، ودي اللي انا بقف عندها. وزي ما بقول وده اللي يهمني، موقف النادي الاهلي الوضع اشبه بالجملة الشهيرة بتاعت بص المفترية ده وانا بشنقها عضتني، هو ده اللي بيتعامل معانا. واحنا بنتشنق بنتلام ان انت بتعض الايد اللي بتشنقك. بص المفتريه دي وانا بشنقها عضتني، انتوا بتعملوا معانا كده، انتوا بتلومونا ان احنا بنتشنق بنحاول نعض الايد اللي بتشنقنا. رجعوا اللي بيحصل ده لان احنا مش هنعرف نعمل اللي احنا شايفينه ده، ولا هينفع نعمله لان ده مش النادي الاهلي. احنا عندنا اكواد وضوابط متمسكين بيها، ولكن الاخر هو اللي يجب ايقافه. احنا مش عايزين يعني احنا مش بنقارن يا جماعه، احنا بنوضح لكم الفروقات الواضحه جدا، ولكن يعني فارس سال سؤال هم كلهم بقوا شبه بعض كده ليه؟ يمكن اتعضوا ولا حاجه. انا بقول اتعضوا. نروح للاستاذ عمرو اديب، عنده كلام مهم جدا هيكون عندنا تعقيب بعد ما نشوف فيديو الاستاذ عمرو اديب. قولوا لنا ان البلد هنا اللي ياخد حاجه حلال عليه. قولوا لنا كده ماشي تحت امرك خلاص نعرف بقى، انما نقعد مستني لجنه الانضباط ومستني اتحاد الكوره ومستني رئيس لجنه التحكيم ولع التلاته. قالوا احنا مالناش دعوه. رئيس لجنه الحكام قال لك انا يا عم خايف على حياتي. طب مش عارف مين قال ايه، مش مهم دي. خلاص مش هنقعد نجري وراه اتقالت ولا ما اتقالتش. انما الراجل بيقول لك انا هددوني بالقتل. الراجل راح السفاره بتاعته وقال لهم هددوني بالقتل. هلوب. شايف كميه الجرايد؟ عارف مش عشان الراجل كلاتنبرج ده يعني هو مثلا بيكن باور، لا، عشان الحادثة غريبة. وطبعا احنا اساتذة
على التليفون بقى ويا كذا يا كذا يا كذا اهرب بجلدك. طب خلاص لما بتعاون شكرين مع السلامه. وقاعدين يقولوا لنا كل شويه يقول لك ايه اصله ما بيجيش. طب ما طلع هو الراجل بيقول ان العقد بتاعه ما فيهوش انه يجي. طلع ما فيش، ضحك علينا، قولوا لنا بقى الحقيقه، انتوا كنتوا مدينه 40,000 دولار عشان طب وانتوا ناويين تجيبوا مين بعد كده؟ ولا هتمشوها اللي يلحق؟ انا مش عايز حاجه والله، ما ضد، انا بحلف بالله ما ضد حد عشان بس الناس كلها دماغها في حق. لا انا عايز طلب واحد، طبقوا القانون يا جماعه بصرف النظر ده على مين وده على مين. هي ساعه صعبه فلان انت عملت قلت كلام مش عارف ايه، غرامتك ايه في القانون في اللائحه كذا كذا كذا، انت شتمت ومش عارف ايه في الملعب وقلت الفاظ بتاع، غرامتك ايه واقف مش عارف ايه كذا كذا كذا، ايه الصعب في ده؟ هي دي محتاجه حاجه؟ الحادثه غريبه يعني اتحاد الكوره، الحادثه مش حادثه بنشوفها في كل العالم، او ان الاستاذ عمرو اديب بقى يعني ما برضو مش متابع زي حالتنا كده، مش متابعين العالم بيحصل فيه ايه. مين اللي هيمسك بعد كلاتنبرج؟ اللي يلحق ولا اللي لحق واصبح محمد فاروق؟ ولا يتم اختيار رئيس لجنه الحكام تبعا لنفس الشخص اللي هو عامل كل حاجه في المجال الرياضي ولا حساب؟ زي ما كان بيقول انا مشيت رضا البلتاجي، انا اللي جبتك يا جمال غندور، انا اللي همشيك. فيطلع كابتن جمال عبد الحميد يتكلم عن رئيس لجنه التحكيم اجنبي ويقول له هنمشيك هنمشيك. فالقصه واضحه، لكن عجبني الاستاذ عمرو اديب وهو بيقول طبقوا القانون يا جماعه. للاسف يا استاذ عمرو، حتى المفترض يطبقوا القانون قدموا استقالته. ورجعنا لكم والاهلي خط احمر، وزي ما اتكلمنا عن لجنه الحكام حديثنا المرة دي عن لجنة الانضباط. والمستشار المحترم أو رئيس لجنة الانضباط المستشار محمد عبد صالح، واللي ادى موقف هو على طريقة كلاتنبرج وعلى طريقة غيره، أن أنت لو بتحترم نفسك يا إما تعرف تطبق القرار ومالك من موقف ومالك من سلطة في اتحاد الكرة أيا كنت عضو إيه في المنظومة، يا إما تتنحى جانبا. لأن اللي اتعمل كان رسالة مهمة جدا. وعندي تحفظ لما يطلع كهربا يتوصف بألفاظ بشعة جدا، وعشان كده احنا هنقول الألفاظ لأن هي ذكرت في بيان النادي الأهلي. لما يطلع ده يتقال، وأنا كنت سعيد إن النادي الأهلي ضمن الألفاظ عشان الناس كلها أو البعض اللي عامل نفسه مش شايف يتقال له شوف بيحصل إيه. وعندي الأغرب إن اللي بيشتم واللي بيغلط واللي بيتجاوز بيقول حاجة غريبة جدا، بيقول أصل أنا مش عنصر من عناصر اللعبة، فأنت يا رئيس لجنة الانضباط مش هتعرف تحاسبني. أكون مش قادر أتمالك تفكيري. هو العبرة في ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي إن أنت عنصر من عناصر اللعبة ولا أنت مش عنصر من عناصر اللعبة؟ ده بعيدا عن النادي الأهلي وضح في بيان النقطة دي، وبعيدا عن ان احنا في الحلقه دي هنرد على النقطه دي، ولكن السؤال هو ما هو اخلاقي او غير اخلاقي يصنف بالناس هتقدر تحاسبني ولا لا؟ يعني انا ارتكب اي شيء بيخالف الاخلاق والدين والمعايير وعشان لو عندي مبرر اصل انت مش هتقدر تحاسبني اصل انا عنصر مش من عناصر اللعبه؟ السؤال اللي تساله لكل الاجيال والناس اللي بتسمع هو اصلا الشيء اخلاقي ولا غير اخلاقي؟ مش هتتحاسب عليه ولا لا؟ وعشان كده دي مسؤوليه اكبر لو الناس بتبرر لنفسها ده لان هي لا تحاسب عليه، يبقى لازم تتحاسب، لازم تتحاسب. تعالوا نشوف النادي الاهلي في شكواه قال ايه. النادي الاهلي تقدم بثلاثه شكاوى الى الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه ولجنه الانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامي عبر وسائل الاعلام المختلفه وقناه ناديه رسميه بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي بالفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوق وانه قليل الادب الى اخره وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء، وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الاهلي ومجلس ادارته
وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير. وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلا للنادي كعنصر من عناصر اللعبة. وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم اسطوانة مدمجة تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب كهربا والتحقير منه، وكذلك يحق بحق النادي الأهلي ومسؤولي. هي دي القصة، وهو ده النادي الأهلي الذي كان واضحا وصريحا في تناوله للأمر وكاشفا للرأي العام، وبيضع الجميع أمام مسؤولياته. واعتقد ان رئيس لجنه الانضباط حاول يتحمل مسؤولياته. اسامه وجهات نظر، يعني انا بشوف ان النادي الاهلي طبعا كان في شكوى تقدمت في كهربا بعد مباراه القمه، راحت لرابطه الانديه، رابطه الانديه راحت للجنه المسابقات، لجنه المسابقات قالت انا ما عنديش اي شيء يدين كهربا لان انا اللوائح اللي عندي بتحكم على تقرير مراقب المباراه والفيديو الرسمي من القناه الرسميه الناقله للمباراه، والاثنين دول مفيش فيهم اي ادانه لكهرباء. فايه القصه؟ تعالوا نروح للجنه الانضباط. لجنه الانضباط وصلها من النادي الاهلي مش بس ثلاث شكاوى، ثلاث شكاوى كانت لاتحاد كره القدم للجنه الانضباط والرابطه الانديه، لا وصلها ايضا استفسار من النادي الاهلي عن عشرات الشكاوى التي قدمت للجنه الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك ولم يصدر اي قرار. خير، ايه اللي حصل؟ هل تم التحقيق؟ اخبرونا، افيدونا بالله عليكم، ولكن لا افاده. طب الرد كان ايه؟ الرد ان لما تم التحويل للجنه الانضباط شكاوى من النادي الاهلي وسؤال عن الشكاوى الماضيه، خرج رئيس نادي الزمالك بوضوح يتحدى الساده القضاه المحترمين ويتحدث ويخبرهم انهم يسمعوا كلام اتحاد الكره اللي قالوا لهم ابعدوا عني. ده الكلام اللي اتقال، وتم الإساءة للقضاء. القضاء بعدها خدوا قرار بالتنحي وتقديم الاستقالة. خلينا نستعرض البيان عشان البعض حاول كاذبا يدعي ان الاستقالة بسبب آخر وان الضغط جاي من النادي الأهلي. بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاسي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم، وشهدت من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق. تاني، وشهدت من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيق للوائح الاتحاد المصري والدولي. لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي بالاتحاد المصري لكرة القدم اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها، والله من وراء القصد. رئيس لجنة الانضباط والقيم المستشار محمد عبد صالح. أنا البيان ده بيان محترم جدا، ولكن عندي تحفظ عليه. ليه عندي تحفظ عليه؟ لأن كان في قرار ممكن يكون افضل بكتير من قصه الاستقاله، لان ما ينفعش في وقت التردي القيم والاخلاق نقول ان هذا الجو غير مناسب للقاضي. ده هو ده اصلا الوقت المناسب تماما للقاضي. هو انا دلوقتي لما يكون في تجاوز وتطاول وانفلات اخلاقي مش المفترض بيحكمنا قانون؟ مش المفترض بكون في اشد الاحتياج لقاضي عادل؟ فازاي ابقى سايب الانفلات الاخلاقي واقول ان ده جو لا يناسب القاضي الذي يعمل في حيده؟ ده هي دي الاجواء اللي بتعلو فيها قيمه القاضي، ان هو بيرسي مبادئ العداله. لكن لو ساب وقدم استقالته، مين هيرسي مبادئ العداله؟ مين؟ مين هيمنع الانفلات الاخلاقي؟ مين؟ انا فاهم كويس جدا ان القضاء هيبتهم محفوظة، ولما يطلع حد كمان كان يعمل في هذا المجال أو منتسب بأي شكل من الأشكال لمجال المحاماة المفترض يكون أكثر حرصا على سمعة القضاء المصري، ولكن ده لم يحدث، هذا لم يحدث. فكنت أتمنى القرار التاريخي اللي المفترض يصدر من لجنة الانضباط عقوبة
بل أشد عقوبة على من تجاوز في حقهم. هنا كان هيبقى القرار تاريخي. هنا بالنسبة لي كنت أقول عملوا كل ما يمكن فعله. ولكن الحقيقة أنا أحبطت جدا 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 ولا أخفيكم سرا من استقالة السادة القضاة المحترمين، لأني شعرت أن لا أمل. من يطبق العدالة يتنحى، ومن يخرج عن النص يستوحش. الحل إيه؟ هوصل رسالة لشباب طالع مهتم بالمجال الرياضي وما اقدرش افصل المجال الرياضي عن كل مناحي ومجالات الحياه. اقول له ايه؟ اقول له المفترض يعاقب المخطئ بيتنحى والمخطئ بيستفحل امره؟ هقول له ازاي؟ ممكن يكون حل مثالي جدا ان كلنا بلا استثناء كله يقدم استقالته زي ما حصلت قبل كده في عهد الكابتن محمد لطيف، ولكن الامانه ما كانش في خروج عن النص، كان في تحيز واضح للزمالك، لجنه حكام استقالت، لجنه الدوري استقالت، رئيس اتحاد الكره استقال، وبقى فاضل محمد لطيف لوحده. هو ونادي الزمالك. ويجي يقول لك دوري حسن شحاته، كله ده يعني اتكتب مقاله من الاستاذ نجيب مستكاوي قال ناقص بس احنا كمان رابطه الصحفيين نستقيل عشان كابتن محمد لطيف يستريح. فهل محتاجين ان كل الناس تستقيل وكل المسؤولين تستقيل من اجل شخص واحد؟ السادة القضاة المحترمين، انا كنت اعتقد بل كنت اتوسل اليكم التواجد واصدار عقوبة تاريخية، ربما يكون في آلية لتنفيذها في المجال الرياضي، او على الاقل اصدرتوا العقوبة وضحتوا مين المخطئ. لكن انا هقف عند جملة فيها امل. ما هو لازم هعمل ايه؟ طيب فيها امل ولو بصيص، اللي هي الجمله الاخيره: تحتفظ اللجنه بكافه الحقوق القانونيه تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها. اتمنى يكون في موقف تاريخي ان انتوا تنحيتوا من اجل يكون قاضي اخر عادل هو الفيصل بينكم، هو الفيصل بين المتجاوز والقاضي. وهنا وقتها اقول التنحي ده والاستقاله دي مبنيه على ان مش عايزين يكون هم المجني عليهم وهم القضاه فيكون الامر بدافع شخصي. هنا اقول البيان ده فعلا صدر من لجنه تعي جيدا مسؤوليتها تجاه المجتمع مش تجاه الوسط الرياضي. عشان هنا بقول ده تحفظي، واتمنى الأساتذة الكبار والمستشارين وعلى رأسهم المستشار محمد عبده صالح إن هو يتخذ قرار باللجوء بالفعل لمحكمة ولقاضي آخر يفصل بين من تم التجاوز في حقهم ومن تجاوز في حق الجميع. بص، النقطة اللي أنت أثرتها أنا معاك فيها تماما، بس ربما يعني أنت خدت المفتاح دون ترتيب مسبق مننا، ربما يكون عندك تفسير في بيان اتحاد الكوره. هقول لك ليه انا التمست لهم العذر، لان في جمله انت ختمت بيها اللي هي تحتفظ بكافه الحقوق القانونيه، هقول لك جمله في بيان الاتحاد تفهمنا كلنا ليه اتحاد الكوره ربما دفع اللجنه دي دفعا ان هي يبقى ده القرار الوحيد اللي عندها. لان بيان الاتحاد قال ايه؟ طبعا بيان غسل الايد، هو ده اللي بيعمله الاتحاد المصري لكره القدم، ازمه اغسل ايدك. كلاتنبرج نفس الوضع، اغسل ايدك من كلاتنبرج، اللي هو ايه؟ اربطوا المشاهد عشان تفهموا القصه. كلاتنبرج انت يا كلاتنبرج اتبهدلت واتساق اليك واتهمت باتهامات مباشره اخلاقيه واتهمت بالرشوه واتهمت بكل ده. ايه يا عم كلاتنبرج انت عايز كرسي في الكلوب رايح ماشي فين؟ ما انت عندك لجان داخليه زي لجنه الانضباط تقدر تروح لها. طب تعالى بقى لجنة الانضباط نفسها بتستقيل. يبقى البيان الاولاني كان ايه؟ كانت ان انت بتغسل ايدك من استقالة كلاتنبرج. طب تعالى بقى للبيان ده بتاع رد اتحاد الكرة وتعقيبه على استقالة لجنة الانضباط، واقرا اللي بين السطور. قال لك ايه؟ يؤكد الاتحاد المصري اعتزازه وتقديره واحترامه لجنة الانضباط والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، ده حقيقي ولا يستطيع احد التعليق عليه اماما. كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة. حلو، اديني الكلام واديني الشعارات الجميلة دي. بص بقى هنا،
ويشدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في عملها واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد. معايا بقى هنا ثانية عشان بقيت البيان قصة، والحتة دي هي اللي تهمني ربطها باللي قاله أسامة، لأن أسامة قال جملة مهمة وختم بيها وقال إن هي بارقة الأمل بالنسبة له، وأنا متفق معاه تماما، وهي تحتفظ لجنة الانضباط بكافة الحقوق القانونية. دي بارقة الأمل فيما خارج اتحاد الكورة، ولكن فيما هو داخل اتحاد الكورة، اتحاد الكورة بيغسل إيده تاني. ليه؟ لأن اتحاد الكرة بيقول إن لجنة الانضباط لها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد. طب سؤال واحد لعموم الناس اللي بتتفرج علينا، لو الكلام ده منطقي أنا هسألك سؤال بالمنطق والعقل المجرد، سيبك انزع ميولك وانتماءاتك خالص، جاوب على السؤال ده. لو اللجنة دي لديها الصلاحيات والقدرة من الاتحاد ودعم القرار في ان هي تاخذ ما تراه، كانت لجنه الانضباط هتقول الجمله اللي اسامه اتك عليها وهي انها لها كافه اتخاذ حقوقها القانونيه خارج الاتحاد؟ لا طبعا. المنطق بيقول ان وانت جوه هتعاقب، وانت جوه هتاخد القرار، انما عشان لجنه الانضباط بتكشف وتعري اتحاد الكره في الجمله اللي قالها ان لها كافه الصلاحيات وكافه الحق ان هي تاخد اجراءات القانونيه داخل الاتحاد، طلعت قالت لا احنا هناخد اجراءاتنا القانونيه في المكان اللي نقدر ناخد حقنا فيه، مش في اتحاد الكره اللي غلى ايدينا. اربط كمان بالجمله دي وهي الاخيره واللي تهمني، رئيس النادي اللي في صدد كل المشكله دي قال ما قالولكم في اتحاد الكره ابعدوا عنه. اربط المشهد كله هتعرف ليه المشهد مشي بالشكل ده، وليه اتحاد الكرة وانا وصفته بالمتواطئ. نعم التواطؤ ليس لفظ مسيء، التواطؤ هو المساعدة على عمل شيء ما، والتواطؤ من اتحاد الكرة ان هو عراب كل الاساءات وكل التجاوزات اللي بتحصل في الوسط الرياضي، لان هو السلطة والجهة التنفيذية في الرياضة المصرية اللي تقدر تعاقب رئيس النادي المسيء وفقا لآليات هنشرحها لكم فيما بعد. ده يا أسامة عشان كده انا مسكت في الجمله بتاعتك، لان انت اتكيت على جمله صح قوي، بس ربما اتحاد الكوره كشف نفسه في جمله بعدها. بس انا ما اخبيش عليك، انا الجمله لا مش هسودها. انا عايزين ندي الناس بس ورقه يعني لا اصل انا شايف ان احنا في المشهد ده احرج اتحاد الكوره. لا لا هقول لك ليه احرج اتحاد الكوره. لما اقول لاتحاد الكره انت اتهنت وتسبلك وتشتمت وما خدتش موقف، تمام، ده لازم الومه فيه، صحيح. لكن لما الاساءه تصل لمجموعه من القضاه والقضاه يتنحوا، فانا اتمنى عشان بس بركه الامل ان القضاه شايفين ان المكان الطبيعي ل ده اللي احنا قلناه، صحيح. ما هو اصل اتحاد الكره، ما عشان بس نكون منصفين، اتحاد الكره دلوقتي انا طلعت كقرار كلجنه انضباط منع رئيس النادي الذي تعرض بالاساءه 900 مباراة من الحضور، ما بحضرش. لا ما في قرارات تانية هنقولها. تمام. عشان ما نفكرش الناس ان القصة خليني لا لا بس. خليني اقول لك ان اللجنة الأولمبية خدت قرارات أقوى بكتير، واللي ابتعد عن المجال الرياضي 4 سنوات وما تطبقش. فأنا هنا عشان أكون واضح. لا ما أنا بقول لك، أنا بقول لك الأمل الوحيد إن نلجأ. لازم نمسك فيها أسامة. لازم اتحاد الكورة مش قادر يعمل حاجة خالص. ولازم نضغط. انا بقول لك على الهواء، لان احنا لازم نعمل ده ونحط. انا لو عايز اضغط اضغط على اللي عنده المسؤوليه اللي قادر ان هو يعني يدي بارقه الامل. اتحاد الكره مش قادر يا جماعه، اتحاد الكره مش قادر، واي عناصر اتحاد الكره مش عناصر الكره الحاليه. كان الاستاذ المهندس هاني ابو ريده كان رئيس اتحاد كره القدم المصري، كان بيطلع بوضوح بيقول انا بخاف من رئيس احد الانديه، بخاف، وهو مسؤول في الاتحاد الدولي. فالقصة لا يفل الحديد إلا الحديد. عشان كده أنا أحبطت من فكرة تنحي القضاء. حضرتك قاضي، ده أنا بلجأ إليك وأنا مظلوم. ما ينفعش تسيب القضية كده إلا بسبب واحد، إن أنت بتبحث عن ساحة محكمة يعاقب فيها المخطئ. ده اللي احنا متفقين فيه. لكن أنا
اروح لاتحاد كره القدم ده انت كده بص عارف انت قدام مسؤوليات ليس ثقه فيه. ما هو اللي احنا بنقوله ده عارف محي الشرقاوي مع نفسك لا يا جد انا بتضرب مع نفسك. الكلام ده يؤكد ان اتحاد الكره متواطئ وليس لديه الرغبه. ده احنا متفقين ان اتحاد الكره ليس لديه الرغبه، بس لما اجي اضغط خلاص هضغط على المتبقي مش اللجنه اللي راحت. هي دي الفكره. انا شايف ان اتحاد الكره يعني في الحته دي مش هو اللجنه الخبر اللي بعده هوضح له. ما اللجنه بتقول ايه بقى الخبر اللي بعده؟ تؤكد اللجنه اعتزازها وتقديرها لمجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم رئيسا واعضاء، وتثمن على ما ورد في بيان الاتحاد، الا ان اللجنه تؤكد تمسكها بالاستقاله من اللجنه للاسباب التي وردت في بيانها. ايه بقى الاسباب؟ الاسباب كانت واضحه جدا، انفلات اخلاقي، تجاوز في حقها، بتحتفظ بحقها القانوني. عشان بجد نحس ان في امل حقيقي لازم نروح للمسؤول اللي يقدر يطبق ده. انا هنا بضع الساده القضاه ولجنه الانضباط امام مسؤولياتهم في انهم انقذونا. بجد انقذوا المجتمع المصري مش المجتمع الرياضي فقط لا غير. انتم قضاه ولا يفل الحديد الا الحديد. دي النقطه المهمه جدا. لكن انا هلجا لا للاتحاد ده ولا اللي قبله ولا اللي بعده هيقدر يعمل اي حاجه. ولو عايز الجا لحد مسؤول فانا هنا هناشد سياده الوزير الدكتور أشرف صبحي المسؤول الأول عن المنظومة الرياضية في مصر. انجدونا. تعبتوا زي ما احنا تعبنا أكيد، وحسيتوا بمشاعر لا تعبنا من المشهد وحسيتوا أكيد زينا بأن انتوا محبطين، وحسيتوا زي ما انتوا أكيد سمعتوا معانا أن في أمور كتيرة جدا بقت لا تليق. بس الحتة اللي احنا قلناها كنت أنا اللي بسودها دلوقتي انت داخل بادئ هاخدهم بقى للحتة التانية لازم الحتة بقى اللي قلنا لكم في البداية، ويمكن ده كان عنوان الحلقة، أن النادي الأهلي هو الجانب المشرق في كرة القدم المصرية. وده حقيقي، لو في ظلام كتير جدا في كرة القدم المصرية ففي جانب مشرق هو اللي هتشوفوه على الشاشة دلوقتي، وهي بعثة النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي ووصولها والكابتن محمود الخطيب بيصل لأرض المغرب الشقيق، اللي زي ما قلنا المغرب يا جماعة لها محبة في قلوبنا مهما اختلفنا رياضيا. حتى الأندية المغربية بتختلف فيما بينها وبين بعض، عشان البعض بيجي يستخدم ده ويقول ده مش نادي الوداد اللي كنتوا بتقولوا. لا، قصة مختلفة. ارجعوا شوفوا الأهلي خط أحمر عمل إيه فرحا بالمغرب في كأس العالم، عشان البعض اللي يحاول دايما إشعال الفتن. كابتن محمود الخطيب هو وبعثة النادي الأهلي تحل على أرض المغرب سالمين. نحن في وطن أيضا لا يختلف عن مصر بالنسبة لنا، نحن في أرض أكيد لنا ما بينها علاقات جوار وعلاقات سعيدة جدا. ويظل دايما يا أحمد المشهد ده مشهد جميل لازم نبني عليه، لازم نبني على أن الأهلي بيقدم الصورة الجميلة. ده مشهد حالا حصريا لشاشات قناة النادي الأهلي، دايما هتشوفوا معانا كل جديد يخص النادي الأهلي. ونلف كل الدنيا. شفت حته جلال علام دي طبعا الحمد لله على سلامه الوصول لبعثه النادي الاهلي لدوله للمملكه المغربيه. الماء والخضره والوجه الحسن، هذه كانت اغنيه من كلمات او من غناء عبد الحليم حافظ للشعب المغربي الشقيق. بينا روابط كبيره جدا جدا مع الدول العربيه. يعني شفت فتن بدات تتقال؟ لا اللي فاتوا كنتوا بتقولوا وبقيتوا تقولوا. القصه بالنسبه لنا ما كانتش فريق الوداد، وكانت كل بيان في كاس العالم النادي ده حقيقي كنا بنعرضه هنا، وكانت الكاف، وكان واضح حتى كلام المؤتمر الصحفي اللي عقد يعني بسبب هذه الواقعه، كان الكلام موجه حرفيا للاتحاد الافريقي لكره القدم. وده طبيعي جدا، والاشقاء في المغرب يعني فاهمين ده بشكل كويس جدا، ان القصه هم حتى كانوا بيقولوا مش قصتنا، قصه الكاف. انا قلت الانديه المغربيه الكاف نفسها بالظبط. ودي الموضوع يعني الناس اللي بتحاول يعني تبس السموم زي ما عملت مع الهلال والترجي التونسي يعني. لكن طبعا يعني استقبال يعني يليق بالمملكه المغربيه ويليق بالنادي الاهلي ويليق بوصول النادي الاهلي. يعني زي ما قلنا قوه ناعمه تتواجد في الدول العربيه، في الدول الاوروبيه، في الدول الاسيويه. دايما اسم النادي الاهلي اسم كبير، اسم النادي الاهلي يعني مشرف لكره القدم المصريه. طبعا يعني كولر بقى يعني دكتور ودكتور خالد الجوادي مترجم كولر، دايما كولر بالنسبه للناس اصبح علامه امان. وانا عايز اقول طبعا اللاعبين امامنا تباعا، وكابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح اكيد وصولهم. ولكن عايز اقول حاجه كولر قالها مهمه جدا. كولر مدرب ذكي،
لما قال عن كاس العالم للانديه: انا مدرب لا اقطع الوعود بخصوص مثل تلك المباريات، ولا اعرف اذا كان هنالك مدربين اخرون كانوا يقطعوا الوعود او لا. وده شيء مهم جدا، ان انت بترفع الضغط على فريقك يا اسامه، بتوصل ان اكيد كولر كلامه في المحاضرات داخليا اكيد صيغته مختلفه، ولكن لما بتيجي تخاطب الراي العام كان جوزيه يفعل دائما ده، وكان يجي دايما يتكلم، يمكن حتى هو سخر قبل كده من الصحافه المصريه في تعاملها مع الوضع هناك والمشهد هناك، لما كان بيقول انتوا بتتعاملوا مع النادي الاهلي رايح يحقق كاس العالم للانديه، اكيد عندي طموحاتي ولكن تقييم المشهد كان لازم يكون موضوعي ومتزن كما فعل كولر. هو بص، رفع الضغوط ده مهم جدا، انت بترفع الضغوط عن اللاعبين طبعا، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، احد يعني المدير الكره التاريخيين، لا على مستوى التاريخ كمان، بطولاته بتؤكد ده. محاوله التقليل منه هي يعني محاوله بائسه، وبتؤكد على اهميه وجوده وقد ايه هو عامل ازمه وعامل مشكله لمنافسين كتير بتحقيقه للالقاب. ولكن كنا بنتكلم عن رفع الضغوط، وده طبيعي جدا من المدير الفني، والمفترض يكون هو ده الطبيعي، لكن ان شاء الله نقدر نحقق اي انجاز في بطوله العالم يضاهي الانجازات السابقه في 3 مشاركات. يمكن كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه يعني كان بطوله 98، انا فاكر كويس جدا التصريح ده لما قال انا رايح اخد المركز ال 13 من اصل 16 فريق، وفي نفس الوقت هو بيصدر التصريح ده للصحافه المصريه كان واخد شنطه يرجع فيها بكاس افريقيا طبعاً. وقال ده، وقال ان كلامي كان مع اللاعبين ان احنا هنروح ننافس على البطوله، رغم يا فارس وقتها احنا كنا بنلعب بطوله وديه اعتقد في الامارات وخسرنا بركلات الترجيح، كنا بعيد، وكان تقريبا ما عندناش راس حربه غير حسام حسن بس، وكانت قصه كبيره. حسام حسن الصحافه بتتكلم ان ده كان مضيع اخر ركله ترجيح، فده نوع من انواع رفع الضغوط. واعتقد وعشان كده دايما بقول يا جماعه، ما يوجه للاعب في الاعلام مش هو اللي بيتوجه له في غرف الملابس، وما يوجه للاعب والمسؤول مش هو المفترض يتم توجيهه للجماهير. كل واحد عارف دوره كويس، ولكن دورنا اننا ندعم الفريق في هذه البطوله ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يعني نتخطى المباراه الاولى، لان دايما وابدا اول مباراه هي المباراه القادمه، وده اللي كولر يعني قال اتعلمته بدري خلاص فلسفتي، وده شيء ايجابي جدا بالمناسبه. احنا عايزين نقول حلوه البدايات كلها حكايه. خد بالك احنا في اول كاس عالم للانديه، انا فاكر كويس جدا لما اتغلبنا من ما هو ده اللي جوزيه طلع من اتحاد جده السعودي، كنا بنتكلم عن مواجهه ليفربول في النهائي وازاي الصحافه المصريه لا كجماهير حتى كجماهير والوضع مختلف. ويمكن احنا دلوقتي اكيد بقينا بقى طبعا متابعه الدوريات العالميه، بقيت عارف فكره القيمه التسويقيه وفكره يمكن النادي الاهلي يا جماعه عشان بيصنع الاستثناء الناس اتعودت منه ده، يمكن عشان بتروح تكسب بالميراس بطل امريكا الجنوبيه بقيمته باللاعبين اللي عنده الاهلي عودك على ده، يمكن عشان بتروح تكسب الهلال السعودي. وانا دايما يا اسامه بقول يا جماعه لازم تفهم اقتصاديات كره القدم. يعني ايه؟ يعني الدوري السعودي عنده انه يقدر يجيب تاليسكا، يقدر يجيب كريستيانو رونالدو، يقدر يجيب فينسنت بوباكر، يقدر يحافظ على رزاق حمد الله، يقدر يحاول دلوقتي يستثمر في ده. عندك ايضا الدوريات دي بتقدر تنفق ده. انت عندك حاجه اسمها النادي الاهلي، انت عندك النادي الاهلي اللي راح كسب الهلال ده برباعيه. فهو ده الجمله اللي دايما بنقولها هنا، قوتك الناعمه، ويمكن الناس حفظت معانا الجمله دي، قوتك الناعمه اللي لازم مش هقول لك تجاملها. النادي الاهلي لا ينتظر المجاملات، ويمكن كنا دايما نقول يا اسامه برضو الكلمه دي، انا مش عايزك تجاملني بس ما تعرقلنيش، تديني حقي. فالنادي الاهلي يا جماعه اولى بان هو ياخد حقه عشان يقدر يكون عندك المشهد ده تعرضه على شاشه اسمها شاشه قناه النادي الاهلي، لما تيجي تتفرج على القنوات العربيه الكبيره جدا في تقاريرها تشوف كمان شاشه قناه النادي الاهلي وهي بتعرض المشهد اللي نفخر بيه ده، ما تشوفش بقى شتيمه وما تشوفش مش عارف فلان في الدور الكام، بلاش خالص. خالد عبد الفتاح يعني ما فيش شهر مع النادي الاهلي ده من فتره كان اسكت يعني ده. لا تخيل المشهد ده بالنسبه له حلم. ما انا بقول لك ده من شهر يعني مفارق، كان من شهر بعيد خالص عن صوره زي دي، لكن هو يستحق الامانه. مباراه الزمالك يعني ادتني انطباعا الشخصيه، المهم جدا الشخصيه اللي بتظهر في المباريات الكبيره. فخالد عبد الفتاح من هؤلاء اللاعبين، ويمكن كنا بنتكلم عن يعني البعثه، وصول البعثه ولاعبين بقى لهم شهر واحد، مروان عطيه من الاتحاد
مع كامل طبعا احترامنا وتقديرنا لنادي الاتحاد والانديه الكبيره وحتى سافيو زي ما قلت بيرسي تاو كان بيحلم بالمشاركه في كاس العالم للانديه. نتمنى تكون المشاركه ايجابيه ونتمنى ان شاء الله نقدم مردود فني يليق بالمردود الايجابي في الظهور المشرف في مثل هذه المحافل الكبرى. يعني عندنا قصه ناخدها ولا ما هي دي المشكله ان عندنا قصه سريعه. سريعه في ايه؟ طبعا دي لقطات عرضناها من البعثه ودي اعتقد الرساله كانت واضحه. خدنا المشاهد الخاصه بالبعثه وخدنا القصه كامله ولسه معانا لقطات هوا. ده على الهوا دلوقتي ومباشر. طبعا احنا بنقول دايما ان مشاهد قناه النادي الاهلي يعيش في الحدث، طبعا لدرجه ان انت يا جماعه عايشين في الحدث واللعيبه بتاكل، يعني قناه الاهلي مش هتعمل لكم اكتر من كده. فيمكن دايما بنحطكم في الحدث وانا برضو سعيد ان قناه النادي الاهلي تكون ده اللي موجود على شاشتها، تكون دي الرساله اللي بتقدمها، تكون دي الحاجه. عشان احنا بنتفرج على قنوات اخباريه كتير وقنوات رياضيه كتير، يا جماعه الوسط الرياضي بيبقى شبه اللي انتم شايفينه ده. الناس بتتباهى بكريستيانو رونالدو. وانا شفت القناه السعوديه الناقله الحصري للدوري السعودي يا اسامه، اكيد طبعا اتفرجت انت على تقديم كريستيانو. انت كنت بتتفرج طبعا على عمان وقتها، وطبعا كل التقدير للاشقاء في العراق. طبعا بطوله موفقه طبعًا، ودي الحاجات طبعًا اللي بنفخر بيها. والشعب العراقي كان يستحقها طبعا، والشعب العماني ايضا، ودي علاقتنا في النادي. سيبنا نتكلم على الشعب العماني. أكيد لا والله انا عايز اقول لك ان هم فعلا لا هم فعلا شعب طيب جدا، ده حقيقي. انا عاشرتهم فتره طويله جدا، واعتقد هم برغم حزنهم الكبير على انهم خسروا اللقب الخليجي 25 ولكن كانوا فرحانين للعراق كله والله. الشعب العراقي يستحق، وبكاء اللعيبه والجماهير كانت مشهد. اضف الى ذلك بقى المباراه نفسها ده سيناريو، انت بتلعب سيناريو غير طبيعي. انت في الدقيقه 116 العراق بتسجل الهدف الثاني عشان تاخد بطوله، يرد عمان في 118 يرد على العراق ثاني في 120. لكن لقطات طبعا يعني بنحطكم في الحدث. وياسر ابراهيم عايزين بقى واحده روحوا ناموا واحنا راجعين بميداليه كده يا ياسر. وعايز اقول برضو الناس ربما تقول تسال احنا ليه رحنا لخليجي وليه رحنا لكاس النقل الحصري للدوري السعودي ووجود كريستيانو رونالدو وتقديمه، عشان نقول لكم ان النادي الاهلي هو الوحيد في مصر اللي هتقدروا تشوفوا صوره مماثله، اللي هتقدروا تشوفوا انه بياخدكم لمشهد يمكن بعيدا عن كثير من العبث في الوضع الرياضي، هو اللي انتم شايفينه حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي قدام. فارس، السعوديه لما تألقت قدام الارجنتين الناس كلها طلعت اتكلمت عن قصه الاتحاد السعودي والعداله في الاتحاد السعودي وكلام من هذا القبيل، لكن ما حدش التفت ابدا ان منتخب السعوديه فيه 9 لاعبين من فريق الهلال. طبعا يعني انت هو داخليا كان طبعا من النصر والهلال لكن بتكلم عن هنا التعامل. انا بتكلم عن التعامل الاعلامي هنا طبعا، اهميه راحوا للاتحاد فقط لا غير، وتناسوا ان 9 لاعبين في المنتخب في اللعيبه الاساسيين من فريق الهلال طبعًا. لما حصل ده مع النادي الاهلي 2006 2008 2010 كنا ابطال افريقيا. ده حقيقي تمام طبعًا. ودايما جبنا هنا حالات كتيره جدا ان الاهلي كويس بالظبط، المنتخب كويس صحيح. فعشان كده كنا بنقول ايه، احنا مش عايزين مجامله يا جماعه، احنا عايزين بس النادي الاهلي يتم تقديره بانجازاته وبطولاته. لكن تفضل تعرقل فيه وتفضل يطلع رئيس اتحاد ولا رئيس لجنه سلسله لما يجي نطلب تحكيم اجنبي يقول لك مش هجيب تحكيم اجنبي، وعناد علني ليه يا اخي؟ بص المشهد انا عايز اقول لك ان رامي ربيعه وياسر ابراهيم تحديدا بيتالقوا في كاس العالم السنه البطوله اللي فاتت. والله لاعبينا كلها في الفتره الاخيره عندها اصرار في كاس العالم. وانا عايز اقول يا جماعه محمد هاني قدم ده بقى اللي هقوله، اللي قدم من بعض اللاعبين وتفجير امكانياتهم زي محمد هاني في كاس العالم للانديه، وكتير جدا من اللاعبين يمكن طاهر. حتى كهربا في مباراه البايرن كان لاعب براس حربه كان وقتها. بيعمل مجهود هو وطاهر مهم جدا. طاهر برضه كان في إيه؟ عشان كده يا جماعه المشهد اللي قدامكم على الشاشه ده احنا مش جايين بنتباهى بفكره مجرد وصول بعثه، لا، واحنا دايما هنا في خط احمر لنا الخط بتاعنا، عشان كده اسمه خط احمر. احنا مش بس بنقول لكم على صوره ولا وصول البعثه ولا اللي انتم شايفينه، احنا بنكلمكم فيما وراء المشهد، فيما وراء الحدث، فيما وراء اللقطه اللي انتم شايفينها ده، فيما وراء الفكره، لان ده دورنا احنا هنا في خط احمر، ده دايما الفكره بتاعتنا واللي احنا بنحب ان انتم تشوفوه بعينينا. المشهد اللي على الشاشه ده يسوى كتير، ودايما بقول
افهم ان انت تزكي الاول على الفصل، افهم ان انت تسقف للاول على الفصل اللي خد 7 بطولات قاريه وشارك في 8 بطولات كاس عالم اخر 20 سنه. انما عمري ما افهم ولا تفهم ان انت تزق الاخير على الفصل، ان انت تحاول تدعم الاخير على الفصل، ان انت تحاول تدعم اللي بيفشل طول الوقت. لا ما افهمش ده، انما افهم المشهد الراقي الرائع اللي قدامك يا اسامه، اللي حقيقي اكيد عندنا كتير من التعقيبات المبهجه لجمهورنا عليه. أكيد يا فارس، ولكن كل ده زي ما قلت وبنأكد تاني عشان تبقى الأمور واضحة، يتبروز بأداء على أرض الملعب، يعني تقدر يعني تحقق. أنت طماع، مش عايز تودي الناس لحتة إن البطولة ما كانتش جاية وشرفية وبتاع، أنا عايز السكة. لا مش تضليلا والله للمشاعر بتاعتنا، ولكن لأن فعلا في أوقات هي دي بتاعت إنك تستمتع بالكرة يا أسامة. بص، ما هو أنا استمتعي بالكرة هو يعني هي وجهات نظر، استمتاع بالكرة بإن أنا بالظبط بإن أنا أنزل أكون بأدي. المشهد رائع جدا وده طبيعة الحال للنادي الأهلي، ده اللي اعتدنا عليه من النادي الأهلي، زي ما ده اللي احنا بنحاول إننا نعتاد عليه في كأس العالم أندية، إن يكون لك مكان، يكون لك ميدالية، قدرت تحقق برونزيتين على التوالي. آخر ما أنا لسه بقول لك برونزيتين على التوالي، آخر بطولتين بتشارك في البطولة دي تقريبا، خلاص مفيش حاجة اسمها عندك رهبة المشاركة في بطولة كأس العالم الأندية. معظم اللاعبين دول اتشاركوا، عدد قليل جدا من اللاعبين دول ما شاركوش، لكن لو رحت للفريق الأساسي هتلاقي كل خط الظهر بلا استثناء شارك، هتلاقي كمان تألقوا، محمد هاني تألق، حسين الشحات وسجل، وحسين الشحات كمان قبل ما يجي النادي الأهلي هو اعتاد على اللعب في كأس العالم وتألق أمام ريال مدريد. فكل دي بتديك أمور يعني في ثقة، الثقة دي تتحقق على أرض الواقع. أحمد عبد القادر اللي اتعمل له فيديوهات في مباراة الهلال السعودي غير طبيعية. مين يتألق؟ بما إن أنت خدت سكة أنا معاها وطبعا مقتنع دايما كده، مين اللي تشوف إن هو مش زي ما أنت قلت اللعيبة اللي أوريدي إحنا متوقعين بتتألق، مين اللي حاسس إنه ممكن يتألق في كأس العالم للأندية وهو ما حصلش ده منه قبل كده، أو من اللعيبة اللي هي مثلا جديدة أو كده؟ أنا أتمنى رهانك مثلا. أنا أتمنى كهربا. كهربا ده كده، ده احنا انت عايز يا راجل تخلي التألق في. طب احنا كنا بنقول الفرحه في استاد القاهره والاجواء الحزينه عند اخرين، ده انت كده هتخليها عابره للقاره. انا اتمنى كهربا جدا هتخليها عابره للقاره. لا بص، اصل اقصى حاجه على لاعب ان هو يكون مكبل ويكون بعيد عن الملعب، ودايما بقول اللاعب ده زي السمك في الميه، ما ينفعش تطلعه من الملعب وكهربا يموت. وكهربا نقطة مهمة جدا ان هو تعرض لضغوط عنيفة جدا الفترة الأخيرة، ويمكن أنا أحيانا كنت يعني بقول لكهربا بنشد عليه ولازم إن أنت ترجع، لأن أنت عندك موهبة. كهربا عنده حاجات تخليه لاعب المرحلة. عارف إن أنا من الناس اللي بحب كهربا لا لاعب المرحلة ليه؟ أنت تمشي في الشارع تلاقي الأطفال بتقول كهربا، تلاقي الأطفال بيحتفلوا على طريقة كهربا، فأنت أصبحت لاعب مؤثر، لاعب مؤثر. وعندك الامكانيات اللي تؤهلك انك تكون من اهم اللاعبين في مصر. احنا هنا فارس في مره الناس ضحكت علينا لما قلنا كهربا جملتك جناح بعد محمد صلاح، الناس جناح بعد محمد صلاح، الناس الارقام بتقول كده. فانا عايز كهربا يستغل ده. كهربا لو ركز في كره القدم ان شاء الله هو مركز، وعشان كده ربنا بيكافئه وفي الفتره الاخيره نفسية كمان انه قدر يفصل بالظبط، فاداك الحته. انت اتكلمت فنيا والشعبيه، ده في حته كمان، ده انت قدرت تفصل في عز الضغوط. انا عايز اقول اكبر اللعيبه يا اسامه كانوا ممكن يجوا في ظرف كهربا ده ما يقدروش يتحملوه. وعشان كده فارس احنا مش عايزين نتراجع، ورساله الكهربا كمل على ده، مش عايزين نرجع تاني نقول عايزين كهربا اللي كان في الفتره الاولى لاعب ممتاز. انت لعيب ممتاز وكل لعيبه النادي الاهلي لعيبه على قدر المسؤوليه. الفتره طبعا الفتره الاخيره كانت فتره ممتازه جدا. انا بشوف يناير ده كان يناير عظيم بشكل كبير جدا، حققت كل اهدافك، يعني رحت كاس العالم وانت متصدر بفارق شاسع، ان شاء الله تحقق نتيجه ايجابيه وتزاروا بصوره مشرفه. ولعبوا كره القدم يا جماعه للاستمتاع، دي بطوله ما كانتش في الحسبان، جت البطوله العبوا واستمتعوا بدون اي ضغوط. ولجماهير النادي الاهلي نرجو اننا ما نكونش اطلنا على حضراتكم، وتكون الموضوعات النهارده كانت شيقه. طبعا بنشكر كل فريق العمل، شادي صبري، رضا غانم، احمد الغمري، وحسام جمال، وطبعا خاص بيهم انت. طبعا لازم بان يناير عظيم طبعا، واكيد فريق العمل عظيم. حتى الناس كلها اسامه بتشتغل هنا بحب، وعشان كده الرساله واصله. الناس التفاعل مع الحلقه، يعني احنا دايما لا نزكي نفسنا، ولكن التفاعل مع الحلقه واللي احنا اتقال النهارده الناس الحمد لله جدا. الحمد لله، يعني نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.